يلا نتكلم نبدأ. معلش النهاردة في مشكلة في الشاشة فهنشرح على البورد، ولو الرسم اللي على البورد بالنسبة لكم أفضل من البرزنتيشن ممكن بعد كده نمشي بالنظام ده. يعني أنا بالنسبة لي أنا كده برتاح أكتر، بس هبقى بقى بدري شوية عشان نلحق نكتب البورد. النهاردة إن شاء الله هناخد الشابتر بتاع الريبير، وبعد كده ناخد بريك ونرجع ناخد الشابتر بتاع disorders of growth. ان شاء الله بعد ما نخلص الريبير وناخد بريك كلنا ناخد بريك، اتفقنا كلنا يعني انا ونخلي الاسئله بس في الاخر خالص، هقعد معاكم يعني لغايه ما تخلصوا الاسئله بتاعتكم كلها، مش همشغل لما كل واحد يسال اللي هو نفسه فيه عشان بس اقدر اوصل اللي بعد. المره اللي فاتت كنا خدنا الانفلاميشن وكنت طلبت منكم ان احنا هنحل اسئله ونجيب تمام في الاخر، برضو تديني الورق اللي انت حليتها عشان اصححها واقول لكم المره الجايه ان شاء الله. هناخد النهارده بقى الريبير. يعني ايه الريبير؟ المفروض المره اللي فاتت في الانفلاميشن حصل عك كتير، شويه نيكروز شويه انفلاماتوري سيلز على شويه تيشو اتدمر بسبب الانفلاميشن. النهارده بقى عايزين نصلح كل الحاجات اللي حصلت المره اللي فاتت في الانفلاميشن اللي هو فين؟ في الريبير. الريبير يعني هنصلح مكان الانفلاميشن. طيب قبل ما ناخد يعني ايه ريبير، هنقول حاجه صغيره كده اسمها السيل سايكل. يعني ايه السيل سايكل؟ دي مجموعه من المراحل الخليه بتمر بيها علشان خاطر يحصل لها ريبليكيشن، عشان خاطر تقدر تديني سيلز تانيين. المراحل دي احنا مش مطلوب مننا ان احنا ندرسها او ان احنا نحفظها، مطلوب مننا بس ان احنا نفهم يعني ايه سيل سايكل، لان ده هيفهمنا شويه حاجات في الريبير، لكن دي يعني للفهم بس. احنا عندنا السيل سايكل دي بتمر بمجموعه من المراحل، المرحله الاولانيه اسمها جي 1، المرحله الثانيه اسمها اس، المرحله الثالثه جي 2، والمرحله الثالثه اللي اسمها الام. اول ما الخليه بتمر في المرحله اللي هي الجي 1 مجرد بس بتزيد في السايز مش بيحصل لها اي حاجه. بعد كده لما تدخل في مرحله الاس بيحصل شويه دوبليكيشن في الكروماتين بتاع النيوكليي، وبعد كده بندخل في الجي 2، وبعد كده بعد الجي 2 تدخل على مرحله الام اللي هي مرحله الميتوزس اللي هي الخليه تنقسم لكذا خليه. طبعا ان بتوين المراحل وبعضها الخليه بتمر بحاجات اسمها تشيك بوينت. يعني ايه تشيك بوينت؟ يعني الخليه بعد ما الحجم بتاعها زاد تدخل هنا، قبل ما تدخل في الدوبليكيشن بتاع الكروماتين تدخل في مرحله اسمها تشيك بوينت. يعني ايه تشيك بوينت؟ يعني الجسم بتاعنا يعمل لها تشيك للدي ان ايه بتاعها، هل الدي ان ايه بتاعها ماشي في الطريق السليم ولا حصل فيه شويه غلطات وشويه ميوتيشنز. ماشي في الطريق السليم هتكمل السيل سايكل، حصل فيه شويه ميوتيشنز لا هنوقفها ونعمل ريبير للدي ان ايه ده، لان هو لو كمل وهو بايظ هيعمل لنا اورام. تمام. طيب بعد كده لو هو في التشيك بوينت ده قدر ان هو يصلح الاخطاء بتاعت الدي ان ايه، الخليه هتكمل في السيل سايكل. طب لو ما قدرش يموت الخليه عن طريق الابوبتوزس، ان الخليه دي هتبقى بايظه وسبب لي مشاكل. في برده نفس التشيك بوينت بين الجي 2 والام قبل ما تدخل في الميتوزس. طيب بعض الخلايا عندها السيل سايكل دي شغاله على طول، لان الخلايا دي المفروض انها بتريبليكيت بشكل مستمر، عندها قدره عاليه جدا على البروليفريشن، فالخلايا دي بتلاقي السيل سايكل بتاعتها جي 1 اس جي 2 ام على طول عشان خاطر تديني مجموعه من الدوتر سيلز او اللي هي الخلايا المنقسمه. طيب في مجموعه من الخلايا الثانيه لا ما بتكملش، ما بتقدرش انها تكمل في السيل سايكل، ما عندهاش القدره انها تقعد تلف كتير، قدرتها قليله شويه. فالخلايا دي اول ما تدخل في مرحله الجي 1 تلاقي نفسها تعبت شويه، تقول لا انا هرتاح مش هقدر اكمل المشوار، فتكون خارجه بره السيل سايكل قاعده مرتاحه شويه في مرحله اسمها الجي 0 او الريستنج فيز. زي ما احنا بنكون ماشيين على طريق سفر طويل، في ناس بتاخد الطريق من اوله لاخره ما بترتاحش في نص الطريق، وفي ناس بتلاقيها راحت ارتاحت في الريست شويه قبل ما تكمل الطريق بتاعها لانها مش قادره تكمل سواقه. نفس الكلام كده، في خلايا عندها قدره انها تكمل في السيل سايكل من غير ما ترتاح، وفي خلايا لا هي مش قادره تكمل فبتطلع بره شويه تدخل على الجي 1 تقوم داخله بعد كده مش قادره تكمل، تقوم طالعه بره شويه السيل سايكل قاعده في الريست اللي هي مرحله اسمها الجي 0،
تقعد فيها ترتاح وتاخد نفسها. فين وفين اما تفوق شويه تقوم خارجه من الجي 0 داخله الجي 1 تاني وتقوم مكمله بعد كده في السيل سايكل. على حسب بقى الخلايا وقدرتها على انها تكمل في السيل سايكل ده، هي قسموا الخلايا بتاعت جسمنا لثلاث انواع. خلايا اسمها ديفاين سيلز. يعني ايه ديفاين سيلز؟ يعني خلايا عندها قدره عاليه جدا على انها تريبليكيت، ما بتدخلش في ريستنج ستيت، ما بتدخلش في الجي زيرو، دي على طول شغاله في السيل سايكل ما بتوقفش، فبيسموها الديفاين سيلز، خلايا عندها قدره عاليه جدا على الريبليكيشن او على البروليفريشن. تمام. الخلايا دي انهي خلايا في جسمنا؟ زي خلايا الابيثيليوم، اي ابيثيليوم في جسمنا زي السكين ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم بتاع السكين، الخلايا بتاعه الجي اي تي كله من اول الاسوفاجس لغايه الانال كانال، الخلايا بتاعه الكفرنج اندوميتريوم، الترانزيشنال سيلز اللي بتكفر الجينيتورينري تراكت، اي ابيثيليوم كفرنج عنده قدره عاليه جدا على الريبليكيشن. يبقى اول ما يجي لك اي اكزامبل لاي ايبيثيليوم كفرنج في جسمنا نبقى عارفين الايبيثيليوم ده نوعه ايه. نوعه من الليفايت سيلز اللي هي الخلايا اللي عندها قدره عاليه جدا على الريجينريشن او على الريبليكيشن، وبتفضل تدخل في السيل سايكل من غير ما تدخل في الجي زيرو ولا الريستنج ستيت بتاعها خالص، هي على طول بتريبليكيت. ايه الخلايا كمان في جسمنا اللي عندها قدره عاليه على الريبليكيشن؟ الخلايا بتاعت البون مارو، خلايا الدم الهيماتوبويتيك سيلز، الخلايا اللي جوه البون مارو بتاعتنا اللي هي الهيماتوبويتيك سيلز عندها قدره عاليه جدا على انها تجدد نفسها. فسواء الابيثيليوم كفرنج او البون مارو الاثنين دول بنسميهم ايه؟ لافايل سيلز، يعني خلايا بتكمل في السيل سايكل من غير ما ترتاح في الجي زيرو فيز. طيب في خلايا تانيه في جسمنا ما عندهاش اي قدره على انها تبروليفريت ابدا، ما بتكملش في السيل سايكل خالص، على طول قاعده في الجي زيرو مش بتنقسم تماما. الخلايا دي بيسموها التيرمينال سيلز او بيسموها اسم تاني تيرمينالي ديفرنشيتد. يعني ايه كلمه ديفرنشيتد؟ ديفرنشيتد هناخدها كتير قوي الفتره الجايه. كلمه ديفرنشيتد يعني ايه؟ احنا الخلايا في جسمنا كلنا بادئه انها تبقى ستيم سيلز. يعني ايه ستيم سيلز؟ خلايا بدائيه جدا شبه الليمفوسايتس، نقط زرقاء صغيره راوند بلو سيلز، دي خلايا بدائيه هي اللي عامله جسمنا كله. الخلايا البدائيه دي بيسموها الستيم سيلز، واسمها اسم تاني ان ديفرنشيتد سيلز. يعني ايه ان ديفرنشيتد؟ يعني الخلايا مش مديه اي حاجه، اول ما تبص على الخليه دي عمرك ما هتعرف هي جايه منين. الستيم سيلز بتاعت الليفر شبه بتوع الكدني، شبه بتوع كل حاجه، كلهم عباره عن خلايا زرقاء صغننه يسموها راوند بلو سيلز، دول بسميهم ايه؟ ان ديفرنشيتد سيلز. الخلايا دي لما بتنقسم وتديني اورجان، يعني او تديني تيشو كبير، تديني مثلا ليفر سيلز او تديني سكيليتال ماسل او تديني مثلا بون او تديني كاردياك ماسل. لما اشوف، مش انت لو بصيت على كاردياك ماسل هتعرف شكلها؟ هتعرف دي بتاعت الهارت، مش هتتلخبط هي دي هارت ولا ليفر. لو بصيت على خلايا الليفر هتعرف ان ده بتاع الليفر. لو بصيت على الستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم هتعرف ان دي مطلعه كيراتين فده ستراتيفايد. الخليه اللي تبص عليها وتعرف هي جايه من انهي اورجان دي بسميها ديفرنشيتد سيل. يعني ايه ديفرنشيتد؟ يعني خلاص وصلت للماتيور ستيت، بقت كبيره وكل ما ابص لها هعرف هي جايه منين. ماشي. يبقى الخلايا الصغيره خالص البدائيه اللي هم الستيم سيلز اللي هي الستيم سيلز اللي مكونه جسمنا كله دي اسمها undifferentiated. ليه undifferentiated؟ لان شكل الستيم سيلز بتوع جسمنا كله شبه بعض. الستيم سيلز اللي بيعملوا ليفر زي الستيم سيلز اللي بيعملوا كيدني زي الستيم سيل اللي بيعملوا بون، كلهم شبه بعض، سمول راوند بلو سيلز. لكن الخلايا لما بتبقى ماتيور، لما بتكبر وبتعمل لي الماتيور اورجن، شكل كل اورجن مختلف عن الثاني. فالخلايا الكبيره اللي هي بقى الماتيور ستيت بتاعت السيل دي بسميها ديفرنشيتد سيل. طيب البيرمننت سيل بيسموها تيرمينالي ديفرنشيتد. ايه تيرمينالي ديفرنشيتد؟ يعني دايما موجوده في الشكل الكبير بتاعها، مش هتتجدد، ملهاش بريمتيف سيلز بتطلع منها، عشان كده بيسموها تيرمينالي ديفرنشيتد.
differentiated يعني وصلت خلاص لأعلى درجة من الماتيوريتي. مين الخلايا ده هي؟ زي السكيليتال ماسل أو زي الكاردياك ماسل أو زي الخلايا بتاعت السنترال نيرفس سيستم. طبعا دلوقتي اكتشفوا ان في جزء من السكيليتال ماسل بيسموه في شويه ستيم سيلز كده يسموها ستيم سيل نيش في السكيليتال ماسل، وفي برده في الكاردياك في حاجات كده ايه طلعوها، بس احنا بنتكلم عن المبدا عموما. يعني هم اكتشفوا بعد كده ان الحاجات دي ليها ستيم سيلز بس بنسبه قليله، بس المبدا عموما ان الخلايا دي بيرمننت. يعني ايه بيرمننت؟ يعني لما بتموت مش بتتجدد خلاص، ما بتقدرش انها تكمل في السيل سايكل، قاعده على طول فين؟ في الجي زيرو، فبيسموها ترنري ديفرنشيتد. الخلايا بقى اللي هي ميد واي بتوين، اللي هي ولا عندها قدره عاليه على انها تتجدد ولا ما بتتجددش خالص، لا في خلايا بين البنين كده بيسموها الستيبل سيلز. الخلايا دي بيسموها اسم التاني اللي هي كويسنت سيلز. يعني ايه كويسنت سيلز؟ يعني هي قاعده هاديه مش بتتجدد، بس ممكن استيمولس يجيلها يخليها عندها قدره على الريبليكيشن، يبقى هي في حالتها العاديه قاعده ما بتتجددش، قاعده في الجي زيرو. بس لو في ستيمولس جالها، لما نقول دلوقتي ايه الاستيمولاي، لا بتلاقيها دخلت في السيل سايكل وعملت ريبليكيشن، يعني عندها قدره محدوده شويه على انها تريبليكيت. تمام؟ مين هم الخلايا ده؟ هي خلايا زي البارينكيمال اورجان. ايه الخلايا البارينكيمال اورجان؟ يعني ايه البارينكيمال اورجان؟ اورجان زي الليفر وزي الكيدني. تمام؟ الخلايا دي عندها قدره محدوده للريبليكيشن، بس هنكسبت الليفر شويه لان الليفر الخلايا بتاعته عندها قدره عاليه على الريبليكيشن، بس هقول لكم كمان شويه احنا ليه خليناها مع الستيبل سيلز. طيب ايه كمان الخلايا اللي هي ستيبل، اللي هي قدرتها ميد واي بتوين الليبايل وبتوين البيرمننت؟ خلايا زي السموث ماسل سيلز، زي الفايبروبلاست، زي الاندوثيليال لايننج بتاع البلود فيسل. كل الحاجات دهيت ليها قدره محدوده على الريبليكيشن. يبقى احنا خدنا اول حاجه السيل سايكل، واخدنا تقسيمه الخلايا على حسب هي بتقدر تكمل في السيل سايكل وتريبليكيت بشكل كبير ولا قدرتها محدوده ولا ما عندهاش قدره خالص على الريبليكيشن. كل ما الخلايا بتكمل في السيل سايكل وما تقعدش في الجي زيرو يبقى دي بسميها الليبايد سيلز. خلايا طول عمرها قاعده في الجي زيرو دي اسمها البيرمننت سيل. طب خلايا تقعد ترتاح في الجي زيرو بس شويه كتير وبعد كده لو حاجه جت عملت لها ستيمولس تلاقيها كملت، دي اسمها ايه؟ الستيبل سيلز. طيب يبقى الليبايد سيلز مواصفاتها انها عندها هاي ريبليكيتيف كاباسيتي، عندها قدره عاليه جدا انها تريبليكيت. زي مين؟ زي اي ايبيثيليال لايننج في جسمنا او زي البون مارو سيلز اللي هم الهيماتوكويتيك سيلز. طب الخلايا اللي ستيبل بين البنين اسمها كويسنت سيلز، قاعده هاديه وفي حالها في الجي زيرو، بس لو حاجه عملت لها ستيميوليشن هتلاقيها كملت في السيل سايكل وعملت ريبليكيشن. الخلايا دي زي مين؟ زي البارينكيمال اورجان اللي هو الليفر والكيدني، او زي بعض التيشو التاني زي السموث ماسل سيلز او الفايبروبلاست او الاندوثيليال سيلز. خلايا ما عندهاش قدره خالص على الريبليكيشن بيسموها البيرمننت سيلز. زي مين؟ سكيليتال ماسل او الكاردياك ماسل او خلايا السنترال نيرفس سيستم. طيب الخلايا دي يسموها تيرمينالي ديفرنشيتد. يعني ايه تيرمينالي ديفرنشيتد؟ يعني واصله للماتيور تيشو، للشكل الماتيور بتاعها، وما عندهاش قدره على الريبليكيشن. تمام؟ في مشكله في الجزء ده؟ ايه المهم عندنا في الجزء ده؟ نعرف الديفينيشن بتاع الليبايد سيلز. دي الاسئله اللي تيجي define الليبايد سيلز وجيب اكزامبل، define الستيبل سيل وجيب اكزامبل، وديفاين البيرمننت سيلز مع اكزامبل. تيجي ديفينيشن كده سؤال بدرجه ولا حاجه في الامتحان. طيب بعد كده بقى، بعد ما عرفنا انواع الخلايا الموجوده في جسمنا، عايزين ندخل بقى في موضوعنا اللي هو موضوع الريبير، اللي هو اصلاح ما بعد الانفلاميشن. يعني ايه بقى ريبير؟ حصل اللي حصل في الانفلاميشن. طب الريبير في جسمنا عن طريق حاجتين، يا اما فاكرين لما خدنا الاوتكمز بتاعت الاكيوت انفلاميشن، قلنا الاكيوت انفلاميشن دي من الاوتكمز بتاعتها انها يحصل ريبير، يحصل هيلينج. وقلنا الهيلينج ده يا اما حاجه من الاثنين، يا اما هيلينج عن طريق كومبليت ريزوليوشن. يعني ايه كومبليت ريزوليوشن؟ يعني التيشو يرجع طبيعي زي ما كان ولا كان حاصل فيه اي انفلاميشن، ماشي؟ يا اما نوع تاني من الهيلينج اللي هو هيلينج باي فايبروزس، التيشو مش هيرجع طبيعي خالص زي ما كان، ده هيحل محله فايبرس تيشو. طيب امتى يبقى انا عندي كده الريبير؟ عرفت ان هو عن طريق حاجتين، يا اما ريبير عن طريق كومبليت ريزوليوشن
التيشو يرجع طبيعي زي ما كان، وده بيسموه هيلينج باي ري جينيريشن. يا اما التيشو مش يرجع طبيعي زي ما كان، هو يحل محله فايبرس تيشو، وده بيسموه هيلينج باي فايبروزس. طيب امتى التيشو يهيل باي ري جينيريشن وامتى التيشو يهيل باي فايبروزس؟ على حسب حاجتين، على حسب التيشو اللي حصل له انجري. زي ما احنا لسه قايلين من شويه، في خلايا عندها قدره عاليه جدا انها تريجنريت وتجدد نفسها، وخلايا ما عندهاش خالص، وخلايا بين البنين. يبقى على حسب نوع الخليه اللي حصل فيها انجري. تاني حاجه على حسب السيفيريتي بتاعت الانجري. ما ممكن التيشو يكون عنده قدره عاليه على ريجنريشن، بس الانجري اللي حصلت له كانت عنيفه جدا، منعت عنه البلاد سبلاي. يعني انجري عنيفه جدا في السكين، مع ان السكين ده عنده هاي ريبليكيتيف كاباسيتي، بس حصل انجري عنيف قوي في السكين، عمل اسكيميا وقطع عنه البلاد سبلاي، فما بقاش عنده قدره على التجدد. الخلايا ما بيجيلهاش نيوتريانس كافي عشان تتجدد. فلازم الاثنين دول هما مع بعض يحددوا لي الريبير هيمشي في انهي طريق. السيل تايب اول حاجه، تاني حاجه اللي هي الايه السيفيريتي بتاعه الانجري. طبعا اللي هيهيل باي ريجنريشن ان السيل تكون لبايت سيل عندها قدره عاليه على الريجنريشن، ويكون عندي الانجري مايند. ادي السيرفس اهو حصل فيه مايند انجري، فقدر ان هو يهيل باي ريجنريشن ويجدد نفسه. يا اما الناحيه الثانيه اللي هي ناحيه الفايبروزس، ان حصل سيفير دامج، التيشو اتدمر وقطعت عنه البلاد سبلاي، في سيفير دامج، وكمان الخليه قدرتها محدوده على انها تريجنريت او ما عندهاش قدره خالص، يا ستيبل يا بيرمننت. الى جانب ان التيشو انجري بتاعي كان عنيف جدا، فحصل المحصله هيلينج باي ايه؟ فايبروزس. يبقى احنا عرفنا ان الهيلينج او الريبير عن طريق حاجتين، يا اما ريجنريشن، التيشو يرجع طبيعي زي ما كان ولا كان حصل فيه حاجه، يا اما هيلينج باي فايبروزس. يعني ايه؟ يعني التيشو اتدمر وحل محله ايه؟ فايبرس تيشو، ما رجعش طبيعي زي ما كان. في مشكله لغايه دلوقتي؟ نعم. هو ممكن لبايسل اندرجو فايبروزس عشان بس الانجري كان سيفير قوي، كان سيفير وقطعت عنها بلاد سبلاي، ايفن حتى لو هي لباي، حتى لو عايزه جدا ممكن يحصل لو في سيفير انجري. تمام. ماشي. حاضر. بالنسبه للسيل سايكل، الخليه بتدخل في اول حاجه ستيت اسمها جي زيرو، بتزيد بس في السايز، بعد كده بتدخل وراها في حاجه اسمها الاس ستيج، بيحصل فيها ان الكروماتين اللي موجود في النيوكليس بينقسم، بيحصل دوبليكيشن. بعد كده الجي 2 ملهاش يعني حاجه غير انها بس بتدخلها على تشيك بوينت. وبعد كده مرحله الام اللي هي الميتوزس، الخليه بتنقسم وتديني خليتين. تمام. طيب في النص هنا بين الجي 1 والاس بيكون في محطه تشيك بوينت بتوقف الخليه ما تكملش لما تتاكد الدي ان اي بتاعها سليم. في النص هنا كمان بين الجي 2 والام في تشيك بوينت، الخليه ما تكملش لما تتاكد ان الدي ان اي بتاعها سليم. الدي ان اي بايظ او في مشكله يحاولوا يصلحوه، ما تصلحش يموتوا الخليه باي ابوبتوسس. في بعض الخلايا ما عندهاش قدره انها تكمل في السيل سايكل وتريبليكيت، فبتدخل في الجي 1 تزيد في السايز، وبعد كده تقوم خارجه من الجي 1 مرتاحه في حته في الريستنج ستيت، ريستنج ستيت خارج السيل سايكل خالص، اسمها الجي 0. الجي 0 الخليه بتفضل قاعده هنا ما بيحصلهاش اي حاجه. طيب الخليه لو بيرمننت هتفضل قاعده في الجي 0 مش هتكمل خالص في السيل سايكل. طب لو هي ستيبل يعني عندها شويه قدره انها تريبليكيت، لو حصل اي ستيمولس ليها وهي جوه الجي 0 هتلاقيها دخلت السيل سايكل تاني وكملت. تمام كده؟ طيب بعد كده اللي هي ايه؟ هنتكلم فيها دلوقتي، ساعات كده وساعات كده، وهنتكلم نقول امتى بيحصل. ماشي؟ طيب دلوقتي هنتكلم في يعني الكلام اللي فات ده كله للفهم، وقلنا اهم حاجه فيه الديفينيشن بتاع الثلاث حاجات دول، يجي سؤال في الامتحان. هندخل بقى في مرحله الهيلينج باي فايبروزس، ودي مهمه جدا جدا في الامتحان. الهيلينج باي فايبروزس لو التيشو حصل فيه سيفير انجري او السيل تايب ستيبل او بيرمننت ما سمحتش ان يحصل ريجنريشن، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل هيلينج باي فايبروزس. طب ايه مراحل تكوين الفايبرس تيشو بقى؟ ودي حاجه مهمه جدا نركز فيها. علشان نوصل لمرحله الفايبروزس ان يحصل فيه سكار فورميشن، بنمر بمجموعه من المراحل. اول مرحله فيها اسمها انجيوجينيسيس، تاني مرحله فيها اسمها فايبرس تيشو فورميشن، ثالث مرحله فيها اسمها سكار فورميشن، ورابع مرحله اسمها ريموديلنج، وهناخد كل واحده فيهم بالتفصيل.
لما كنا خدنا الانفلاميشن قلنا ان كلمه السر في الانفلاميشن اي حدث بيحصل في الانفلاميشن كلمه السر بتاعه ان في ايه ميدياتورز، في كيميكال ميدياتورز هي اللي خلت الاحداث دي تحصل. لما نيجي نتكلم هنا بقى في الريبير كلمه السر بتاعتها جروس فاكتورز. يعني ايه جروس فاكتورز؟ احنا اتفقنا ان في نهايه الانفلاميشن النيوتروفيلز بتمشي خالص ومين بيجي يحل محلها؟ الماكروفيج. والماكروفيج لو تفتكروا قلنا ان الرول بتاعتها، لما اتكلمنا عن الرول بتاعت الماكروفيج في الاكيوت انفلاميشن قلنا انها بتعد الجسم الايه لمرحله الريبير. طب ازاي الماكروفيج بتعد جسمنا لمرحله الريبير؟ ان الماكروفيج دي بتطلع مجموعه من المواد شبه الميدياتورز كده، بس بيسموها في الريبير جروس فاكتورز. الجروس فاكتورز دي هي المسؤوله عن مراحل الريبير اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي. يبقى ايه الجروس فاكتورز دي؟ دي سبستانس بتطلع من الماكروفيج وهي المسؤوله عن الحاجات اللي احنا هنقول عليها دلوقتي عشان ننتهي في الاخر ان احنا نعمل فايبروزس وسكار. اول مرحله في مرحله الفايبروس تيشو فورميشن او السكار فورميشن مرحله اسمها انجيوجينيسيس. كلمه انجيو يعني فيسل، كلمه انجيو لوحدها يعني فيسل، وكلمه جينيسيس يعني تكوين. فكلمه انجيوجينيسيس يعني احنا هنكون بلاد فيسل، ماشي؟ طيب الديفينيشن بتاع الانجيوجينيسيس من اسمها قلنا ان احنا هنكون بلاد فيسل، بس معناها ايه اللي بيحصل في مرحله الانجيوجينيسيس دي؟ احنا طبيعي في المكان اللي فيه انفلاميشن او فيه ريبير فيه بلاد فيسلز. في الانجيوجينيسيس دي احنا هنعمل نيو فيسل فورميشن من اوريدي بلاد فيسل موجود، لان النيو فيسل ده هو اللي هيساعدني بعد كده. دي المرحله البدائيه ان انا بعمل ايه السكار. يبقى احنا اول مرحله من مراحل الهيلينج باي فايبروزس ان انا عايز اعمل نيو فيسلز، لان هي هتغذي لي بعض الخلايا اللي موجودين عشان تساعد لي في الاخر ان انا يحصل عندي ايه سكار. انا محتاج الفيسلز دي دلوقتي. يبقى الانجيوجينيسيس مرحله تكوين نيو فيسل من اوريدي اكزيستنج فيسل في المكان اللي فيه ريبير. لو نركز كده مع بعض في الرسومات اللي عندنا، ده كده فيسل اوريدي موجود في المكان اللي بيحصل فيه ريبير. الفيسل ده الازرق اللي جوه ده اللايننج اندوثيليوم، وده اللومن بتاعه. بره حوالين الفيسل دايما بيكون حوالين الاندوثيليوم من بره، يا اما لاير من البيريسايت لو انا في كابيلاري، يا اما لاير من السموث ماسل لو انا في ارتريول، ماشي؟ فبيكون حوالين الفيسل من بره يا بيريسايت يا سموث ماسل على حسب نوع الفيسل اللي عندي. وبعد كده اللاير الخارجيه خالص بتكون في بيزمنت ممبرين. طيب اول مرحله عشان اعمل نيو فيسل من الفيسل اللي موجود عندي ده، ان هيحصل ديسربشن للبيزمنت ميمبرين والسموث ماسل او البيريسايتس دي هتتكسر بمجموعه من الانزيمز بتطلع اسمها ميتالوبروتينيزس. مش مشكله، في مجموعه من الانزيمز بتطلع تحت تاثير الماكروفاجز بتخلي يحصل ديسربشن ليه. ادي كده حته من الوول اهو بتاع البلاد فيسل، وادي الاندوثيليال لايننج، وحصل ديسربشن للبيريسايت او السموث ماسل، وحصل ديسربشن للبيزمنت ميمبرين. يبقى اول حاجه عملنا ديسربشن للحاجات اللي محوطه البلاد فيسل، الحواجز اللي حوالين البلاد فيسل اللي هم السموث ماسل والبيريسايت والبيزمنت ميمبرين. بعد كده الاندوثيليوم اللي جوه ده يبدا يحصل له بادنج، يبدا يحصل له يطلع بره كده، يحصل له بادنج بره البلاد فيسل اللي هو طالع منه، ويبدا يبروليفريت يعمل لي كده مجموعه او كتله من الاندوثيليوم، ويمايجريت يسافر شويه بعيد عن الفيسل اللي هو منه. يبقى يحصل اندوثيليال بروليفريشن ومايجريشن، يبعد شويه عن الفيسل اللي هو اوريدي طالع منه، ويعمل لي سوليد بود فورميشن. يعني ايه سوليد بود؟ كتله كده من الاندوثيليوم على بعضها. سوليد بود يعني اندوثيليوم متكوم على بعضه ملهوش ليومن في النص، ماشي؟ طيب بعد ما حصل اندوثيليال مايجريشن وعمل لي سوليد بود كتله من الاندوثيليوم، يبدا الاندوثيليوم يترصص حوالين ليومن في النص، في فراغ في النص عشان لسه عايز يحاول يعمل ايه فيسل بقى، تمام؟ فيحصل له ايه حاجه اسمها كانالايزيشن. يعني ايه كانالايزيشن؟ يعني مترصص حوالين فراغ في النص ان هو بقى فيه ليومن في النص، ما بقاش كتله كده على بعضها. الكتله اللي هي دي اللي هي كتله اندوثيليوم على بعضها اسمها سوليد بود. اول ما عمل لي ليومن في النص بقى فيه فراغ في النص ومترصص حوالين الاندوثيليال سيل، دي بسميها كانالايزيشن.
طب هي الاندوثيليوم لوحدها تعمل فيسل؟ لا، ده لازم الفيسل اندوثيليوم وحواليه بيريسايت او سموث ماسل، فيبدا شويه شويه يحصل اتراكشن للبيريسايت والسموث ماسل سيلز، يحصل لها ايه؟ انها تترصص حوالين الاندوثيليوم. بقى المحصله النهائيه عندي في النص في اليومن اهو حواليه الاندوثيليال سيلز وحواليهم البيريسايت او السموث ماسل. كده انا عملت نيو فيسل من اوريدي بلاد فيسل موجود. الحاجات دي كلها بتتم تحت الايفكت بتاع ايه؟ جروس فاكتور طالع من الماكروفاجز اللي هي موجوده في المنطقه. مين الميجر جروس فاكتور اللي مسؤول عن الانجيوجينيسيس؟ جروس فاكتور اسمه فاسكولار اندوثيليال جروس فاكتور، ده الميجر جروس فاكتور اللي مسؤول عن مين؟ عن الانجيوجينيسيس. يبقى ايه اللي بيحصل في اول مرحله من الريبير؟ اولا مرحله تكوين نيو فيسل من اوريدي اكزيستنج بلاد فيسل اللي انا بسميها انجيوجينيسيس. ادي الفيسلز اللي موجود عندي اللايننج اندوثيليوم بتاعته وحواليها من بره بيريسايتس او سموث ماسل، لو هو كابيلاري بيكون حواليه بيريسايت، لو هو ارتريول بيكون حواليه سموث ماسل، وبعد كده من بره خالص في البيزمنت ممبرين. اول مرحله عشان نعمل نيو فيسل فورميشن يحصل ديسربشن للبيريسايت وديسربشن للبيزمنت ممبرين، وبعد ما حصل ديسربشن تبدا الاندوثيليوم يحصل لها مايجريشن تسافر بره البلاد فيسل وتعمل لي سوليد بات كتله من الاندوثيليوم. بعد كده شويه الاندوثيليوم دول يبداوا يرصصوا نفسهم حوالين اليومن اسمها كانالايزيشن. بعد كده يبدا يحصل تحت الايفكت بتاع الجروس فاكتورز يبدا يحصل اتراكشن للبيريسايت او السموث ماسل على حسب انا هكون كابيلاري ولا هكون ارتريول، وتبدا الاندوثيليوم دي يبقى حواليها لاير من البيريسايت ولاير او لاير منين؟ من السموث ماسل. وطبعا انا عندي في المنطقه كلها في مين؟ في الانفلاماتوري سيلز اللي هي مينلي الماكروفاجز. فبقى المحصله عندي ان انا عندي فيسلز نيو فيسل فورميشن وحواليها الانفلاماتوري سيلز اللي هم مين؟ الماكروفاجز دهيت. كل ده بيتم تحت تاثير مين؟ جروس فاكتور اسمه فاسكولار اندوثيليال جروس فاكتور. طالع منين؟ طالع من الماكروفاجز مينلي، ممكن يطلع كمان من الاندوثيليوم اللي موجود في المنطقه. طيب التيشو اللي اتكون عندي دلوقتي اللي هو عباره عن فيسلز جديده وحواليها الماكروفاج، التيشو ده اسمه جرانيوليشن تيشو. اسمه ايه؟ جرانيوليشن تيشو. يبقى الكلمه دي مهمه جدا. يعني ايه كلمه جرانيوليشن تيشو فورميشن؟ كلمه جرانيوليشن تيشو يعني فيسلز وحواليها انفلاماتوري سيلز. يبقى كلمه جرانيوليشن تيشو يعني ايه؟ فيسلز وحواليها مجموعه من الانفلاماتوري سيلز. ليه سموها جرانيوليشن تيشو؟ لان التيشو ده اللي هو عباره عن فيسلز وحواليها انفلاماتوري سيل، لما ببص عليه جروسلي، لما ببص عليه بعيني، بلاقي السيرفيس اللي فيه جرانيوليشن تيشو ده بيكون لونه محمر ومحبب كده جرانيولر، تمام؟ فعشان كده سموه جرانيوليشن تيشو. يبقى اول مرحله من مراحل الفايبروزس مرحله تكوين مين؟ جرانيوليشن تيشو. طيب يبقى الانجيوجينيسيس، وبعد كده عمل لي بلاد فيسل حواليها الانفلاماتوري سيلز اللي هي اسمها جرانيوليشن تيشو فورميشن. طيب بعد كده المرحله اللي بعدها يبدا يطلع جروس فاكتورز تانيين من الماكروفاج او من الاندوثيليوم اللي موجود في المنطقه. الجروس فاكتور اللي طلع اسمه ايه؟ اسمه فايبروبلاستيك جروس فاكتور، فايبروبلاستيك جروس فاكتور. وفي فاكتور تاني اسمه بليتلت درايفد جروس فاكتور، من اسمه ان هو طالع من البليتلت، ماشي؟ ساعات يطلع من البليتلت، من الماكروفاجز، من الاندوثيليوم، كل دي سورسز للجروس فاكتور. طب الفاكتور ده بيعمل ايه؟ لو نفتكر كده انا كان عندي التيشو وصلت لمرحله ان هو بيتكون من ايه لغايه دلوقتي؟ النيو فيسلز اللي هي الدوائر دي وحواليها مين؟ الماكروفاجز او اللي هم الانفلاماتوري سيلز. تبدا الجروس فاكتورز الجديده اللي طلعت دي تبدا تعمل لي اتراكشن للفايبروبلاست، تبدا تجيب لي خلايا للمنطقه هنا. الخلايا اسمها ايه؟ فايبروبلاست. الفايبروبلاست دول شكلهم عامل ازاي؟ زي اللي احنا شايفينهم كده، خلايا سبندل. يعني ايه سبندل؟ يعني فيوزي فورم، طرفينها مسحوبين كده، والنيوكليوس بتاعتها سبندل برضو، وحروف النيوكليوس بوينتد اند. تلاقي النيوكليوس بتاعتها جوه سبندل وليها بوينتد اند، حروفها مدببه. يبقى الفاكتورز دي جابت لي مين؟ جابت لي فايبروبلاست.
طيب يبقى التيشو دلوقتي عندي بقى عباره عن ايه؟ النيو فيسلز مع الماكروفاجز ومعاهم مين؟ الفايبروبلاست. هي الفايبروبلاست دي وظيفتها ايه في جسمنا؟ بتطلع ايه الفايبروبلاست؟ بتطلع الكولاجين صح؟ تبدا الفايبروبلاست دي تقوم بوظيفتها، تبدا تلاي داون كولاجين، تبدا تحط لي كولاجين فايبرز، تبدا تحط لي خيوط من الكولاجين. يبقى محصله التيشو اللي بقى موجود عندي بقى عباره عن ايه؟ بقى عباره عن نيو فيسلز مع الماكروفاجز او الانفلاماتوري سيلز ومعاهم الفايبروبلاست، والفايبروبلاست طلعت مين؟ الكولاجين. التيشو ده على بعضه اللي هو عباره عن فيسلز وفايبروبلاست وكولاجين اسمه فايبرس تيشو. اسمه ايه؟ فايبرس تيشو. يبقى التيشو اللي كان فيسل وانفلاماتوري سيل اسمه ايه؟ جرانيوليشن تيشو. والفيسل اللي هو والتيشو اللي هو عباره عن فيسلز وانفلاماتوري سيلز وزودنا عليهم فايبروبلاست وكولاجين اسمه ايه؟ اسمه فايبرس تيشو. تمام لغايه كده؟ الفايبرس تيشو ده تكون تحت تاثير مين؟ تحت تاثير البليتلت درايف جروس فاكتور او الفايبروبلاست جروس فاكتور. بيطلعوا منين الحاجات دي؟ بيطلعوا من ماكروفاجز او بيطلعوا من الاندوثيليوم او ممكن يطلعوا من البليتلت. ثواني هسمعك ماشي؟ طيب الكولاجين اللي بتطلعه الفايبروبلاست، احنا عندنا الكولاجين في جسمنا كذا تايب. الكولاجين اول كولاجين بيطلع من الفايبروبلاست الكولاجين تايب 3، ده اول كولاجين بيطلع او الكولاجين اللي بيتكون فين؟ في مرحله الفايبرس تيشو فورميشن. طيب شويه شويه كل ما الفايبروبلاست تطلع كولاجين اكتر كل ما الكولاجين ده يضغط على البلاد فيسلز فيقفل لنا البلاد فيسل، وطالما البلاد فيسل قفل يبقى الفايبروبلاست مش تقدر تكمل. فكل ما الفايبروبلاست تطلع كولاجين اكتر كل ما الكولاجين ده يضغط لي على الفيسل ويضغط لي على الفايبروبلاست فيمحيهم تماما. شويه شويه بلاقي التيشو عندي في الاخر بقى عباره عن كولاجين، والكولاجين ده ما فيهوش ولا فايبروبلاست ولا فيه بلاد فيسل، يسموه افاسكولار تيشو. التيشو اللي بيتكون من كولاجين بس وما فيهوش ولا فايبروبلاست ولا فيه بلاد فيسل بيسموه سكار تيشو. ساعات الاقي فيه خلايا رفيعه خالص، الخلايا دي اسمها فايبروسايت. الفايبروسايت دي ان اكتف فورم من الفايبروبلاست، فايبروبلاست عجوزه ما بتشتغلش. يبقى شويه شويه الفايبروبلاست دي عماله تطلع كولاجين عماله تطلع كولاجين، ضغط لي على البلاد فيسلز اللي موجوده قفلها، فبقى وشويه شويه الفايبروبلاست دي خلاص ما بقتش موجوده، الضغط عليها برده ما فيش فيسل بيغذيها، فبقى محصله التيشو اللي موجود عندي عباره عن ايه؟ كولاجين بس وفي شويه فايبروبلاست خلايا عجوزه ملهاش لازمه. التيشو اللي هو الافاسكولار ما فيهوش فيسل وبيتكون من كولاجين فقط اسمه سكار تيشو. اسمه ايه؟ سكار تيشو. يبقى دلوقتي انا قلت ثلاث اسماء، قلت جرانيوليشن تيشو وفايبرس تيشو وسكار تيشو. ايه الفرق بين الثلاثه؟ الجرانيوليشن تيشو نيو فيسل ومعاهم انفلاماتوري سيلز، الفايبرس تيشو نيو فيسلز انفلاماتوري سيل ومعاهم فايبروبلاست وكولاجين تايب 3. بعد كده السكار تيشو عباره عن ايه؟ كولاجين بس افاسكولار تيشو. طيب السكار اللي موجود ده جسمنا عايز يخليه في افضل شكل علشان خاطر ده فايبرس تيشو، يعني ايا كان تيشو لسه جديد مش طبيعي ان هو موجود في جسمنا لسه متكون كاريبير، فلازم السكار تيشو ده يكون في افضل شكل ليه علشان خاطر يساعد على ان المكان اللي حصل فيه سكار ده يستحمل الاستريس ويستحمل البريشر ويبقى ايه يستحمل اي لود عليه. فبيحصل مجموعه من التغيرات اللي موجوده في السكار تيشو اسمها ريموديلنج. اسمها ايه؟ ريموديلنج. يعني ايه كلمه ريموديلنج؟ يعني بنظبط السكار ده شويه. ايه بقى الريموديلنج ده بيحصل فيه ايه؟ اولا الماكروفاج بتطلع حاجه اسمها كولاجينيز انزيم، ومن اسم الكولاجينيز ان هو بيكسر كولاجين، فالكولاجينيز ده يبدا لو السكار تيشو شكله الريجولر يبدا يظبط لي الحروف بتاعته، ياكل الكولاجين اللي على الحروف فيخلي شكل السكار ايه مقبول شويه او يخليه يعني ايه متظبط. تاني حاجه ان الكولاجين اللي موجود بدل ما هو تايب 3 يبقى كولاجين تايب 1. ليه 3 بيتحول لواحد؟ لان واحد ده بيستحمل الاسترس
يعني هو الفرق بين تايبس الكولاجين وبعضها ايه؟ مجرد ترتيب الفايبرز الكولاجين تايبس بتاعتهم، الفرق بينهم بين كل واحد فيهم ترتيب الفايبرز. فالكولاجين تايب واحد الفايبرز بتاعته ترتيبها بيخلي المكان اللي فيه السكار ده يستحمل الاسترس، فبيسموه ان الكولاجين تايب 1 بيبقى بيديني مور تنسايل سترينس. يعني ايه تنسايل سترينس؟ يعني ده افضل كولاجين يخلي المكان ده يتحمل اي ستريس او اي بريشر ابلايد عليه، لان الترتيب بتاعه افضل من الترتيب بتاع الكولاجين تايب 3 في تحمل الاسترس والبريشر. يبقى اول حاجه في الريموديلنج الكولاجينيز اللي طالع منين؟ من الماكروفيج. تاني مرحله من الريموديلنج ان الكولاجين 3 اتحول بقى كولاجين تايب 1، ليه؟ عشان يديني مور تنسايل سترينث. رابع حاجه بعض الفايبروبلاست اللي كانوا موجودين في المنطقه، ما هو لسه في بقايا تمام حوالين المنطقه بتاعه السكار، بعض الفايبروبلاست بيأكواير فيتشر يبقوا شبه السموث ماسل شويه، يسموهم مايو فايبروبلاست. طيب المايو فايبروبلاست دول وظيفتهم ايه؟ وظيفتهم بيقفوا كده ماسكين ايد بعض حوالين السكار، كل مايوفايبروبلاستايا ماسكه في ايد ايه؟ صاحبتها. وبعد كده المايوفايبروبلاست دي ليها وظيفه انها كونتراكتايل. يعني ايه كونتراكتايل؟ بتقدر تكونتراكت. فلما المايوفايبروبلاست يتجمعوا حوالين السكار تيشو ويمسكوا في ايد بعض ويشدوا على ايد بعض يعملوا ايه؟ كونتراكشن للسكار، يعني يخلوا السكار بقى ايه؟ يحصل له ريموديلنج، يعني بيساعدوا الكولاجينيز يخلوا شكله منظم شويه تمام؟ ويبقى ايه؟ ويقل في السايز، يعملوا كونتراكشن للسكار. يبقى كل الحاجات دي عشان اظبط شكل السكار، اولا الكولاجينيز يشيل اي زوايد من الكولاجين طالع منين؟ من الماكروفاج. تاني حاجه ان الكولاجين تايب 3 يتحول يبقى كولاجين تايب 1. ليه يبقى تايب 1؟ عشان ده بيستحمل ستريس اكتر، الفايبرز بتاعته مترصصه عشان ايه؟ تستحمل الستريس الابلايد على المكان في افضل شكل، يديني مور تنسايل سترينث. تالت حاجه المايوفايبروبلاست، المايوفايبروبلاست دي فايبروبلاست حصل لها شويه ايه؟ تعديلات، عملت عمليه تجميل، بقت شبه ايه؟ السموث ماسل. مش دلوقتي اي حد بيعمل عمليه تجميل تلاقيه شبه التاني، دي عملت كده، الفايبروبلاست راحت عملت عمليه تجميل بقى فيها فيتشر شبه مين؟ السموث ماسل، فسموها مايوفايبروبلاست. المايوفايبروبلاست اهم كاركتر فيها ان هي ايه؟ كونتراكتايل، تقدر تشد تمام؟ طيب المايوفايبروبلاست تترصص حوالين السكار ويبداوا يشدوا في ايدين بعض فيظبطوا لي شكل ايه؟ السكار. يبقى ثلاث حاجات للريموديلنج. يبقى لغايه دلوقتي احنا وصلنا فين في الاخر؟ للسكار تيشو. يبقى دي مراحل تكوين السكار، مراحل الهيلينج باي فايبروزس. اول مرحله فيهم مرحله الانجيوجينيسيس، نيو فيسل فورميشن فروم اوريدي اكزيستنج بلاد فيسل. عندي البلاد فيسل اهوت لايند باي اندوثيليوم حواليه بيريسايد او سموث ماسل وحواليهم من بره بيزمنت ممبرين. اولا ديستراكشن للبيزمنت ممبرين وليه السموث ماسل او البيريسايد. ثانيا الاندوثيليوم يبدا يحصل له مايجريشن وسوليد بات فورميشن. ثالثا يبدا يحصل كانالايزيشن. ورابعا يبدا يحصل اتراكشن للبيريسايد او السموث ماسل. عملنا نيو فيسل فورميشن، النيو فيسل وحواليه الانفلاماتوري سيل اسمهم جرانيوليشن تيشو، كل ده اندر افكت اوف جروس فاكتور اسمه ايه؟ فاسكولار اندوثيليال جروس فاكتور. بعد كده يبدا يطلع بليتلي درايف جروس فاكتور او فايبروبلاست جروس فاكتور، يبدا يعمل ايه ده؟ ياتراكت فايبروبلاست، الفايبروبلاست تيجي المنطقه تبدا تلاي داون كولاجين تايب 3. يبقى التيشو اللي عندي فايبروبلاست كولاجين وفيسلز وانفلاماتوري سيلز اسمه فايبروس تيشو. بعد كده شويه شويه الكولاجين يضغط على الفيسلز والفايبروبلاست فيموتهم، يبقى اتبقى عندي مين؟ كولاجين بس. الكولاجين بس يعني افاسكولار تيشو بنسميه السكار. يبدا يحصل ريموديلنج للسكار عن طريق اولا الكولاجينيز اللي طالع من الماكروفاج، تاني حاجه المايوفايبروبلاست اللي بتعمل كونتراكشن، ثالث حاجه ان الكولاجين تايب 3 يتحول لكولاجين تايب 1 فور مور تنسايل سترينث. في المرحلة دي خلاص احنا كوننا مين؟ السكار تيشو. في مشكلة لغاية دلوقتي؟ طيب هو ازاي الكولاجين تايب 3 بيتحول لواحد واحنا لا ما هي في فايب الكولاجين نفسه اللي بيتحول، مش يعني ازاي طريقة تحوله من 3 لواحد ما اعرفش، بس هو مش في حاجة للفايب بلس. يعني احنا مش بنطلع فايب مش بنطلع كولاجين جديد. تمام؟ بس لكن ازاي بيتحول من 3 لواحد دي ميكانيزم ما اعرفوش بصراحة. السكار تيشو بيكون فيه فايبروسايت صح؟ اه فايبروسايت دي اولد فايب بلس. ملهاش لازمه يعني.
ممكن قليل قوي ماشي قليل يعني المرحله على طول اللي قبل الفايبر بلس بيكون في فايبر بلس قليلين ماشي بس ما فيهوش كولاجين اهم حاجه ما فيهوش كولاجين يعني جرانيوليشن تيشو ممكن الاقي فيه شويه فايبر بلس لكن ما فيهوش كولاجين وانس حصل كولاجين يبقى ده اسمه ايه فايبر تيشو ماشي يا باظ يتصلح اصل كله هو كلها بس صغيره يتبلها ري ارتريول حاجه ملهاش لازمه تمام ممكن يحصل له ريبير وممكن يبوظ خالص تمام يعني ممكن اقول ان الجرانيوليشن تيشو هي اللي المرحله اللي بعد الانجيوجينيسيس على طول يعني اللي هي بين الانجيوجينيسيس وبين الفايبروزس بعد كده الفايبروزس سكار ماشي تمام كده ايه بقى الفاكتورز اللي بتأفكت الريبير يعني مين اللي ممكن شويه ياثر على الريبير في جسمنا ودي حاجات مهمه في عندنا جنرال فاكتور وفي حاجات لوكال فاكتور ممكن مراحل تكوين الفايبرستيف ممكن كانيوميريشن كده تمام مش هنجيب لك في الامتحان تحكي القصص دي كلها يعني بس ممكن يعني الخطوات في انيوميريشن يعني تبقى عارف ترتيب الخطوات بس ازاي زي ما قلنا الفاسكولار ايفنت والسيلولار ايفنت في الانفلاميشن ماشي وحكيناهم قصه وبعد كده لخصناهم في خطوات ده نفس الكلام كده واهم حاجه تبقى عارف الفرق بين الجرانيوليشن تيشو ان هو فيسلز وانفلاماتوري سيلز ممكن معاهم شويه فايبروبلاست فايبروس تيشو فيسل وانفلاماتوري سيل فايبروبلاست كولاجين والسكار ده ايه كولاجين بس دي اهم حاجه تطلع منها من الموضوع وتبقى عارف اسم الجروس فاكتور اللي بيعمل الحاجات دي الانجيوجينيسيس بيعملها مين فاسكولار اندوسيريال جروس فاكتور مين اللي بيعمل فايبروزس الفايبروبلاست جروس فاكتور بليتلت درايف جروس فاكتور اني كولاجين طلع الاول 3 ولا 1 3 وتحول ل 1 تمام لازم الحاجات دي كلها نبقى ايه البوينتس دي نبقى عارفينها لا مش فاهمه ايه المشكله انا قلت ممكن يبقى معاه فايبروبلاست بس معهوش كولاجين يعني ايه لا انا ما قلتش كده ما انا كاتباه فوق اهو مع الفايبرس تيشو ما ماشي وهو في بص في حاجات كتير بتعمل حاجات كتير انا بكتب لك المين فاكتور المين فاكتور بيعمل كذا لكن لانه ايه قريت عندك في الكتاب سواء هنا او في العنوان بتاع الكنترول هتلاقي فاكتورز كتير بتعمل حاجات كتير زي مثلا في الانفلاميشن كان الهستامين بيعمل فاسكولار انكريز فاسكولار برميابيليتي ده اهم واحد صح كان في حاجات تانية بتعمل انكريز فاسكولار برميابيليتي زي بعض الكومبلمنت زي بعض ما اعرفش ايه بس احنا ركزنا على مين على الهستامين لان هو الاساس نفس الكلام هنا ماشي تمام كده ماكروفاج وساعات يطلع من اندوثيليوم يطلع من البليتلتس يطلع من اي خلايا محيطه بس مين من الماكروفاج ايه بقى الخلايا الفاكتورز اللي بتاثر على عمليه الفايبروزس في جنرال فاكتورز ولوكال فاكتور جنرال فاكتور يعني حاجات في الجسم كله ولوكال فاكتور يعني حاجات ايه ليميتد للسايت اللي فيه الريبير جنرال فاكتور النيوتريشنال ستيت بتاع العيان لو الواحد واكل كويس الجرح بتاعه يلم بسرعه مش انت دايما ماما تقول لك كل كويس عشان الجرح يلم دكتور يقول لك كل كويس عشان الجرح يلم يبقى النيوتريشنال ستيت الجنرال ستيت بتاع جسمنا بتتحكم في عمليه الهيلينج وخصوصا بعض الفيتامينز مين اهم فيتامين بيبقى انكلودد في الهيلينج فيتامين سي يبقى الجنرال ستيت اللي هي النيوتريشنال ستيت بتاع جسمنا تاني حاجه الناس اللي عندها دايابيتس الناس اللي عندها مرض السكر دايما الريبير عندهم بيكون بعافيه شويه ليه لان الدايابيتس بيعمل كذا حاجه اولا بيأثر على البلاد فيسل يعمل حاجه اسمها مايكرو انجيوباسي مايكرو انجيوباسي ده تاثير للدايابيتس على البلاد فيسل نعم مايكرو انجيوباسي تاثير الدايابيتس على السمول فيسل بيخليها ليكي بيخلي ساعات حواليها هايلاين تشينج بيعمل حاجات كتير مش موضوعنا خالص دلوقتي تمام
يبقى تأثير الديابيتس على البلاد فيسل بيأثر على الفاسكولاريتي اللي راحة للمنطقة فيأثر لي على عملية الريبير. تمام؟ كمان الديابيتس بيزود احتماليات، بيخلي الاميونيتي ضعيفة فبيزود احتمالية الانسان يبقى عرضة للانفكشن، والانفكشن هتريتارد الهيلينج، هتأخر الهيلينج. تمام؟ بعض الأدوية زي ايه؟ زي الناس اللي بتاخد استيرويدز، بناخد الناس اللي بتاخد كورتيزون، الكورتيزون بيأثر على عملية الهيلينج لأنه بيأثر على شوية جروس فاكتورز اللي مسؤولة عن الفايبروزيس والحاجات دي. تمام؟ البلاد ستيت أو السيركيوليشن بتاعت جسمنا، لو السيركيوليشن كويسة الهيلينج هيبقى كويس، لو السيركيوليشن بعافية شوية زي الناس اللي عندها مرض الأثيروسكليروزيس اللي هو مرض تصلب الشرايين هتلاقي الدنيا عندهم مش كويسة في الهيلينج. يبقى احنا عندنا الحاجات دي مهمة جدا كجنرال ستيت مهمة للهيلينج، نيوتريشنال ستيت، السيركيوليشن، وجود الديابيتس او من عدم وجوده، والناس اللي بتاخد بعض الادويه زي الاستيرويدز اللي هما الكورتيزون اللي بيأثر على الهيلينج. طب لوكال ستيت يعني ايه لوكال ستيت؟ يعني حاجات موجوده في السايت بتاع الجرح نفسه او في السايت بتاع الريبير بتأثر على الهيلينج. زي ايه؟ لو في انفكشن، لو الجرح ده فيه عدوى الهيلينج بتاعه هيحصل له ريتارديشن، مش هيهيل كويس. تمام؟ لو في ميكانيكال بريشر، ايه ميكانيكال بريشر؟ يعني في حاجه جنب الجرح شويه قديمه شويه اي حاجه ضغطه على الفيسلز فهتخلي الدم ما يوصلش كويس للمكان بتاع الريبير فهتريتارد الهيلينج، ده اللي اسمه ميكانيكال بريشر. ايه كمان؟ وجود فورين بادي. تمام؟ يعني لو افرض مثلا جرح وقع فيه جوه حته ازاز، جوه حته خشبه، الحاجات دي كلها هتريتارد ايه؟ الهيلينج. كل الحاجات دي لوكال. يعني ايه لوكال؟ يعني موجوده في مكان الجرح نفسه وهتريتارد عمليه الهيلينج. والسؤال ده مهم في الامتحان، الفاكتورز اللي بتانفلونس الهيلينج او الفاكتورز انفلونس الريبير سواء كان جنرال فاكتور او لوكال فاكتور، دي حاجات اسئله مهمه تيجي انيوميريشن في الامتحان. ماشي؟ يبقى القصه اللي احنا حكيناها دي كلها ممكن تيجي خطوات انيوميريشن او تيجي لكم الحاجات اللي انا ركزت عليها في النص دي اللي هي تتسال في الام سي كيو، سواء في الجروس فاكتورز، في التايب بتاعه الكولاجين، الفرق بين الجرانيوليشن والفايبرس والسكار تيشو، كل الحاجات دي تتسال في الام سي كيو. طب الفاكتورز اللي بتانفلوينس ريبير سواء كان جنرال فاكتور او لوكال فاكتور دي تتسال سؤال منشن او انيوميريشن في الامتحان. ماشي؟ طيب بعد كده في برضو حاجه تانية كده، يعني لو جت في الامتحان ممكن هنهتم بشويه عناوين انا هقولها دي، نهتم بالبوينتس انا هقولها دي والباقي نخليه يعني ايه للفهم، اللي هي ايه الفاكتورز اللي بتكنترول الريبير، اللي هي بقى بنتكلم زي ما هناك اتكلمنا بالتفصيل شويه عن الميدييتورز وقلنا مهم نعرف بس كل ميدييتور بيعمل ايه، هنا هنتكلم برضو شويه عن الجروس فاكتورز. ماشي؟ احنا عندنا في حاجات من الفاكتورز اللي بتكنترول الريبير، في حاجات بتستيميوليت عمليه الريبير وحاجات بتنهبت عمليه الريبير. اولا الحاجات اللي بتستيميوليت عملية الريبير في حاجتين مهمين جدا، اول حاجة الجروس فاكتورز، تاني حاجة حاجة اسمها سيل ماتريكس انتر اكشن، دول العنوانين الرئيسيين هنا. طيب لو اتكلمنا عن كل واحد كده باختصار، اولا الجروس فاكتور، في سيرتن جروس فاكتورز طالعة من الماكروفاج، الجروس فاكتورز دي بتستيميوليت عملية الريبير، زي مين؟ زي الباسكولار اندوثيليال جروس فاكتور، زي البليتليت درايفد جروس فاكتور، زي الفايبروبلاست جروس فاكتور 1 و2، الحاجات دي كلها استيميوليتوري بتستيميوليت عمليه الريبير. طيب في واحد مهم جدا جدا طالما ذكرنا فايبروزس لازم نذكره، اللي هو مين؟ ترانسفورمينج جروس فاكتور بيتا. الترانسفورمينج جروس فاكتور بيتا ده مهم جدا جدا. الترانسفورمينج جروس فاكتور بيتا ده ليه تو فانكشنز، اولا ده بنسميه المين فايبروجينيك فاكتور. يعني ايه المين فايبروجينيك فاكتور؟ هو الجروس فاكتور الاساسي اللي مسؤول عن عمليه مين؟ الفايبروزس. يبقى ترانسفورمينج جروس فاكتور بيتا ده المين فايبروجينيك فاكتور، اكتر فاكتور مسؤول عن الفايبروزس، علشان كده بيخلوه موجود مع الاستيميراتوري فاكتور، وفي نفس الوقت هو المين فايبروجينيك فاكتور بيعمل فايبروزس بس لغايه حد معين تلاقيه انهبت السيل بروليفريشن، يعني بيعمل فايبروزس وكل حاجه بس تلاقي بعد مرحله معينه بيوقف البروليفريشن بتاع السيل، علشان كده بنقوله برده مع مين؟ مع الانهبيتوري فاكتور.
يبقى ترانسفورمينج جروس فاكتور ده ليه وظيفتين. اول وظيفه اللي هو المين فايبروجينيك فاكتور، مسؤول اساسي عن عمليه الفايبروستيشو فورميشن، لكن في نفس الوقت بينهبت البروليفريشن بتاع الخلايا عشان يعمل لي شويه بالانس، ما يبقاش فايبروزس فايبروزس هنروح، يعني لازم حاجه توقف الموضوع. زي في الانفلاميشن كنا قلنا في حاجات ميديتورز بتساعد على الانفلاميشن، وفي حاجات انتي انفلاماتوري زي النيتريك اوكسايد زي اللايبوكسينز، والحاجات دي كلها انتي انفلاماتوري، لازم يكون في بالانس. نفس الكلام هنا، الترانسفورمينج جروس فاكتور بيتا يعمل فايبروزس، بس في نفس الوقت عند مرحله معينه يعمل لي ايه؟ يقلل السيل بروليفريشن، عشان كده بخليه مع الاستيميلاتوري وكمان مع الانهيبيتور. طيب الاستيميلاتوري فاكتور او الجروس فاكتورز دول بيشتغلوا ازاي؟ دي الخليه اللي المطلوب السودا دي هي الخليه اللي مطلوب منها يحصل لها ريبير. ليه مطلوب منها تبروليفريت؟ علشان خاطر تعمل عمليه ريبير. يجي الجروس فاكتور الاستيميلاتوري يمسك في سيرتن ريسبتورز موجوده على السيرفيس بتاع الخليه، مسكه الجروس فاكتور في الريسبتور بتعمل سيرتن تشينجز جوه الخليه تعمل لي جين اكسبريشن. الجين اكسبريشن ده يساعد على عمليه البروليفريشن ويساعد على عمليه الديفرنشيشن، ان الخليه تبقى ديفرنشيتد توصل الماتور ستيت وتعمل لي الريبير. يبقى ازاي بيتم عمليه الجروس فاكتور ان هو بيعمل ريبير؟ عن طريق ان هو بيمسك في سيرتن ريسبتورز على الخليه يعمل لي جين اكسبريشن، الجين دي تساعد على الخلايا البروليفريشن بتاعتها والديفرنشيشن. الكلام ده يعني مش يعني تبقوا فاهمينه بس. طيب في حاجه مهمه جدا لازم نبقى عارفينها، الجروس فاكتور اللي بيطلع بيشتغل على الخليه ده ويمسك في الريسبتور ليه ثلاث طرق من الاكشن، ودي حاجه مهمه نبقى عارفينها. اول حاجه حاجه اسمها اوتوكراين. يعني ايه اوتوكراين؟ يعني الجروس فاكتور يطلع من الخليه نفسها، الخليه نفسها هي اللي تطلع الجروس فاكتور ويشتغل عليها هي كمان، يبقى هي اللي بتطلعه وبيشتغل عليها، اسمها ايه؟ اوتوكراين. يا اما وسيله تانية اسمها الباراكراين. يعني ايه باراكراين؟ يعني جروس فاكتور طالع من الماكروفاج اللي جنب الخليه دهيت وراح اشتغل عليها، ده اسمه باراكراين في اللي جنبها. يا اما الحاجه الثالثه اسمه ايه؟ الاندوكراين فانكشن. يعني ايه الاندوكراين فانكشن؟ يعني جروس فاكتور بيطلع من مكان يمشي عن طريق الدم ويوصل للمنطقه بتاعه الريبير. يبقى دول من الثلاث طرق اللي بيشتغل بيها الجروس فاكتور، يا اما اوتوكراين جروس فاكتور يطلع من الخليه نفسها ويشتغل عليها، يا اما باراكراين جروس فاكتور يطلع من خليه مجاوره ويشتغل على الخليه اللي جنبها، يا اما الاندوكراين جروس فاكتور بيطلع من مكان بعيد ويمشي عن طريق الدم يوصل لمكان ايه؟ الريبير. دول حاجات مهمه نعرفها في الاستيميلاتوري جروس فاكتورز. طب ايه كمان ممكن يعمل لي ستيميوليشن لمرحله الريبير؟ حاجه اسمها سيل ماتريكس انتر اكشن. يعني ايه سيل ماتريكس انتر اكشن؟ يعني انتر اكشن بتوين الخليه والاكسترا سيلولار ماتريكس اللي حواليها. لو دي الخليه اللي مطلوب منها ان هي تعمل ريبير في المنطقه دي، وادي البينك ده الاكسترا سيلولار ماتريكس اللي حواليها، في انتر اكشن بيحصل، مش في هنا انتر اكشن حصل بين الجروس فاكتور والخليه، هنا بقى ده انتر اكشن حصل بين الماتريكس ده والخليه. الماتريكس ده بيكون فيه بعض الحاجات زي حاجه اسمها فايبرونكتين. فايبرونكتين ده بعض البروتينز الموجوده بره في الانترستيشن حوالين الخليه. الفايبرونكتين ده ممكن يمسك عن طريق ريسبتور موجود على الخليه اللي هو الانتجرين. يبقى انا عندي الخليه عليها مين؟ انتجرين، والفايبرونكتين موجود بره في الاكسترا سيلولار ماتريكس. لما الانتجرين بيمسك في الفايبرونكتين المسكه بتاعتهم مع بعض دي بتستيميوليت عمليه الريبير. يبقى هنا في جروس فاكتور مسك في الخليه استيميوليت الريبير، هنا في فايبرونكتين في الاكسترا سيلولار ماتريكس مسك في الانتجرين على الخليه فاستيميوليت مين؟ الريبير. وعشان خاطر في فاكتور منهم موجود بره وفاكتور منهم موجود على الخليه فسموه سيل ماتريكس انتر اكشن، يعني انتر اكشن بتوين السيل وبتوين مين؟ الماتريكس. من ضمن كمان الانتر اكشن اللي بتوين السيل والماتريكس حاجه اسمها ان الماتريكس اكت اسكافولد فور ريبير. يعني ايه سكافولد؟ يعني الارضيه اللي بيحصل عليها الريبير. فاكرين في الانفلاميشن لما قلت لكم ان الفايبرين بيعمل مش وورك، بيعمل شبكه، الانفلاماتوري سيلز بتبقى قاعده عليها وبتساعدها انها تبلع الاورجانيزم والكلام ده، ده زيه بالظبط بس في الريبير. ان الاكسترا سيلولار ماتريكس الارضيه اللي موجوده دي اكت از سكافولد، ارضيه
ارضيه بتساعد ان الريبير يحصل عليها. ايه كمان؟ لو حصل ديسربشن للاكسترا سيلر ماتريكس ده، يعني الاكسترا سيلر ماتريكس ده كان فيه مشكله، ده هيأفكت الريبير، هيخلي الريبير ما يتمش. وهناخد الكلام ده كمان شويه. يبقى احنا عندنا الاستيميولاتوري فاكتور حاجه من الاثنين، يا اما عن طريق استيميولاتوري جروس فاكتور زي الفايبروبلاست جروس فاكتور او البليت درايف جروس فاكتور او الباسكولار اندوثيليال جروس فاكتور او المين فايبروجينيك فاكتور اللي هو مين ترانسفورمينج جروس فاكتور بيتا. الحاجات دي كلها بتستيميوليت عمليه الريبير. ازاي؟ ان الجروس فاكتورز دي تمسك في ريسبتور على الخليه تستيميوليت بعض الجينز، الجينز دي تعمل ايه؟ تخلي الخليه تبروليفريت وديفرنشيت ويحصل الريبير. بتشتغل ازاي الفاكتورز دي؟ يا اما تطلع من الخليه وتشتغل على نفس الخليه يسموها اوتوكراين فانكشن، يا اما تطلع من خليه مجاوره وتشتغل على الخليه يسموها باراكراين فانكشن، يا اما تطلع من مكان بعيد وتوصل لمكان الريبير عن طريق الدم يسموها الاندوكراين فانكشن. طيب الحاجه الثانيه في الاستيميوليشن سيل ماتريكس انتر اكشن، تفاعل بين السيل والاكسترا سيلر ماتريكس اللي حواليها. ازاي؟ عن طريق ان الاكسترا سيلر ماتريكس فيه بروتين زي فايبرونكتين يبدا يمسك في انتجرين موجود على السيرفيس بتاع الخليه، مسكتهم مع بعض دي بتساعد على عمليه الريبير، بتستيميوليت الريبير. ايه كمان؟ ان الاكسترا سيلر ماتريكس اكت از سكافولد، يعني سكافولد يعني ارضيه بيحصل عليها الريبير. طيب عكس الكلام ده بقى الانهيبيشن، مين الانهيبيشن؟ في عندي بعض الانهيبيتوري جروس فاكتور زي ما ترانسفورمينج جروس فاكتور بيتا بينهبيت السيل بروليفريشن، واحد تاني اسمه ترانسفورمينج جروس فاكتور الفا بيعمل ايه؟ ينهبيت الفايبروزس عكس البيتا، ده اسمهم انهيبيتوري جروس فاكتورز. ايه كمان حاجه مهمه جدا بتنهبيت الريبير؟ حاجه اسمها الكونتاكت انهيبيشن. هو انا لو انا عندي ده سيرفيس اهو، ادي خلايا اهي وادي خلايا اهي، وفي النص هنا حصل انجري، طيب لما يحصل ريبير الخلايا هتبروليفريت علشان يعني تهيل الانجري ده، هتبروليفريت لغايه فين؟ لغايه ما يحصل ايه؟ هل هتفضل تبروليفريت الى ما لا نهايه؟ لا، لازم حاجه توقفها، خلاص الريبير تم اقفي بقى. لما خلايا من هنا تبدا تبروليفريت ووسطها من هنا كده تبدا تبروليفريت وسطها من الناحيه الثانيه خلايا تبدا تبروليفريت، اول ما الاثنين يلمسوا بعض يحصل كونتاكت بينهم من بعض، الريسبتورز هتتفاعل مع بعضها يحصل انهبيشن للجروس، خلاص هيوقفوا بعض، الحمد لله اديتوا وظيفتكم وعملتوا هيلينج وخلاص اقفوا بقى على كده، ده بيسموه كونتاكت انهبيشن. تمام؟ يعني ايه كونتاكت انهبيشن؟ لما بيحصل بروليفريشن الخلايا بعد لما بتتلامس مع بعضها يحصل كونتاكت بين الخلايا وبعضها، خلاص يحصل ايه؟ انهبيشن للفيرذر ريبير، توقف الريبير على كده. يبقى دي فاكتورز بتكنترول الريبير، يا اما ستيميوليشن اللي هو ستيميولاتوري جروس فاكتورز، يا اما سيل ماتريكس انتر اكشن، يا اما انهبيشن اللي هو الانهبيتوري جروس فاكتورز او الكونتاكت انهبيشن. في مشكله لغايه دلوقتي؟ طيب نعم. ما قلت لك اشرحها لكم بس اصبري في الاخر. ماشي؟ اللي اتقالت في النص. اللي اتقالت في نص الكلام. واللي احنا ركزنا عليها دلوقتي. انت عارف الاكزامبل بتاع الجروس فاكتور بتاعت الاوتو كراين؟ مش ذات قيمة يعني. لما يكون الموضوع محتاج كده او محتاج كده على حسب حاجه الجسم للريبير ولا حاجه ان هو خلاص خلص هيوقف على حسب الستيك نفسها. لا يعني مش هيحصل ادكوت ريبير، مش هيحصل فايبروس اصلا. لو في ترانسفورم جروس فاكتور بيتا اهم حاجه تعمل فايبروس مش موجود، هي ريتارد هيلينج زي حالات الناس اللي بتاخد ستيرويدز، الناس اللي بتاخد كورتيزون ده بيأثر على ترانسفورم جروس فاكتور بيتا، فبالتالي بيخلي الريبير عندهم شد، دايما العروق بتاعتهم مفتوحه، دايما ما بيحصلهاش هيلينج، يحصل عليها جانجرين. تمام؟ الموبايل خليه جنبي. يلا يا ولاد خلصنا. نعم. هو ده الكيلويد ده ليه جينيتك بريديسبوزيشن، يعني
لازم يكون الواحد عنده جين اصلا يعني ان هو عنده تندنس ان هو يعمل فايبروس هاي لو الانهيبيتوري ميكانيزم مش شغاله كويس. لو حصل خلل امبالانس بين الاثنين يا اما الفايبروس هيزيد قوي يا اما هيقل ومش هيحصل ايه على حسب اللي واخد الابر هاند. على حسب الاستمراتي الاكثر ولا الانهيبيتوري. ماشي. واحد مثلا بياخد ستيرويد، واحد عنده دايابيتس ممكن ياثر على عمليه الفايبروسس ما يتمش كويس. على حسب الفاكتورز موجوده في الجسم يعني سيرتن كونديشنز في الجسم ممكن تخلي الفايبروسنج فاكتور اعلى او الانهيبيتوري مثلا اعلى او الاستمراتي اعلى على حسب الجنرال ستيت بتاعت الجسم. لا دي هقولها دلوقتي، استني هيجي وقتها. ماشي يلا يا ولاد. نركز مع بعض في اللي جاي ده، عشان اللي جاي ده اسئله امتحان مهمه جدا. نركز مع بعض في الاكزامبلز. احنا كده خلصنا شرح الريبير، هناخد اكزامبلز على الريبير ده بقى، يعني امتى يعني تيشو معين حصل فيه انجري فالريبير بتاعه يبقى ازاي، وده مهم قوي في الامتحان. ماشي. اول حاجه هناخد الووند هيلينج. يعني ايه الووند هيلينج؟ لما نيجي نتعور تعوير عادي في الجلد، الجلد ده هيهيل ازاي على حسب بقى الووند هيلينج ده اللي هي السكين ووند، على حسب الووند ده كان فين وسببه ايه. لو احنا الووند ده كلين كات ووند، يعني ايه كلين كات ووند؟ يعني جرح مقطوع بشكل نظيف. زي ايه الجرح اللي مقطوع بشكل نظيف؟ زي سيرجيكال اللي هو الجراح في اوضه العمليات. الجراح اللي في اوضه العمليات بتكون اوضه العمليات معقمه اندر كومبليت سيبتيك بريكوشن، يعني مفيش اي مفروض تلوث، بتروح معقم وادواته معقمه وكل حاجه. اما يجي الجراح بيفتح الجرح بيفتح طبقات السكين، مش بيشق كده المشرط في جسم العيان وخلاص، لا ده بيفتح طبقه طبقه، يفتح الجلد وبعد كده يفتح سبكوتينيوس، يفتح الفاشيا، يفتح، بياخد لير لير بالترتيب. محصله ده كله ان الجرح بيبقى كلين كات ووند. تاني حاجه نون جابنج. يعني ايه نون جابنج؟ يعني التو ادجز بتاعت الجرح بيكونوا اوبوزيت او اوبوز تو ايتش اذر، قريبين من بعض لانهم مفتوحين بفن، مش مفتوحين باي عك وخلاص. فلما الجرح يكون كلين كات ووند يعني مقطوع في مكان نظيف، ويكون التو ايدجز بتوعه اوبوز تو ايتش اذر. يعني ايه اوبوز تو ايتش اذر؟ يعني الايدجز بتاعتهم قصاد بعضها، الهيلنج بتاعه بيكون عن طريق حاجه اسمها هيلنج باي برايمري انتنشن. وهنعرف يعني ايه هيلنج باي برايمري انتنشن. يبقى ايه هيلنج باي برايمري انتنشن؟ دي طريقه الهيلنج بتاع الجرح اللي هو كلين كات ووند والتو ايدجز بتوعه اوبوز تو ايتش اذر، يعني الايدجز بتاعته قريبين من بعض. على عكس واحد وقع في الشارع، واحد اتخانق في الشارع خد مطوه، اي الكلام ده كله، هل الجرح كلين كات؟ لا، ده جرح ملوث اولا مليان انفكشن. ثانيا هل اللي ضربك بالمطوه بيقطع لير لير بالترتيب؟ لا، ده الجرح بيكون ايه؟ جابنج. يعني ايه جابنج؟ يعني الايدجز بتوع الجرح بيكونوا بعاد جدا عن بعض ومليانين جوه انفكشن وبلاوي سودا. تمام؟ فالجرح اللي هو جابنج ووند الايدجز بتوعه بعاد عن بعض وانفكتد ووند، ده بيسموه ايه؟ بيسموه هيلينج باي سكندري انتنشن. عايزين نعرف بقى الجرح اللي مقفول اللي حصل له هيلينج باي برايمري انتنشن بيتم الهيلينج ازاي، والجرح اللي هيحصل له هيلينج باي سكندري انتنشن بيتم الهيلينج ازاي. هو انا ايه هم اللايرز بتوع السكين عندي؟ عندنا ايبيديرمس اللي هو اللي فوق ده، ادي ايبيديرمس اللي هو لونه ازرق، الخلايا اللي هي الزرقاء دي، والاسود اللي تحتها اللي هو مين؟ البيزمنت ميمبرين. واي حاجه تحت الايبيديرمس اسمها ايه؟ اسمها ديرمس. يبقى انا عندي تو لايرز من السكين، ايبيديرمس وديرمس. هو الديرمس ده كفرد بايه؟ ستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم اللي هي نوع من انواع الخلايا لبايل سيلز، صح؟ طيب والديرمس ده عباره عن ايه الديرمس؟ كونكتيف تيشو. كونكتيف تيشو يعني فايبروبلاست، يعني خلايا ايه؟ ستيل. طيب
لما الجرح يكون كلين كات ووند، ادي ايدج اهي وادي ايدج اهي والتو ايدجز اوبوز تو ايتش اذر، والجرح نظيف وكل حاجه. اول حاجه في الجرح ده بيتملي باي بلات كلوت. يعني ايه بلات كلوت؟ يعني الدم بيتجمع ويقفل الجاب اللي هي مفتوحه دي. الدم لما بيتجمع ويقفل الجاب بيبقى عامل زي الصمغ كده، كانه عمل جلو، عمل لي ايه؟ قفل الجاب اللي موجوده وساعد ان هو يقرب الايدجز اكتر. طب بما ان الايدجز قريبين من بعض، فلما تيجي الابيديرمس يهيل، الابيديرمس طبعا بيهيل باي ريجنريشن، فسهل جدا ان انا عندي هنا في ايه، سهل يحصل بريدجنج. يعني ايه بريدجنج؟ يعني الابيديرمس ينط ويهيل ويقفل الجرح على طول، لان الايدجز قصاد بعض وفي كمان بلاد كلوت مقفلالي الجاب الصغيره اللي موجوده دهيت، فساعدت على ان الابيديرمس ده يعدي الكوبري من هنا لهنا ويهيل على طول. فنلاقي اول يوم بعد الجرح، من اول يوم من الفيرست داي فيرست 24 اور، حصل هيلينج باي مين؟ باي الابيديرمس. بس ما ننساش ان انا لسه عندي جرح تحت فين؟ في الدرمس. يبقى اولا الابيديرمس حصل له هيلينج باي ريجينريشن في اول يوم، لكن الدرمس تحت ده كونكتيف تيشو، قدرته على ريجينريشن محدوده جدا، فيحصل له هيلينج باي فايبروزس. يبدا بعد كده بقى الدرمس تحت هنا في خلال اسبوع نلاقيه حصل له هيلينج باي ايه؟ باي فايبروزس، بنفس الخطوات اللي احنا قلنا عليها دي كلها، انجيوجينيسيس وفايبروزس والحاجات دي كلها. تمام؟ يبقى اهم حاجه اعرفها في الهيلينج باي برايمري انتنشن ان اولا كلين كات ووند، ثانيا نون جابينج ووند، ثالثا ان الهيلينج بيبدا في الابيديرمس ولا الدرمس؟ في الابيديرمس. ان الابيديرمس يهيل اولا باي ريجينريشن، ثانيا الدرمس يهيل بعد كده في خلال اسبوع باي فايبروزس. تمام كده؟ محصله الكلام ده كله، هل المكان بتاع الجرح شفته قبل كده؟ حد كان والد قيصري وشفتوا مكان الجرح عامل ازاي؟ شفتوا مكان الجرح بعد فتره؟ لما تروحوا النساء او الناس اللي شافت او لسه هتشوف او حتى شوفوه على الجوجل، هتلاقوا المكان بتاع السكار تيشو اللي هي مطرح جرح القيصريه بيكون في اللور ابدومن. هتلاقوا مكان السكار بعد جرح القيصريه اللي هو كلين كات سيرجيكال ووند، هتلاقوا خط رفيع قوي، يعني فايبرس تيشو او سكار لينير ورفيع جدا يكاد يكون مش باين. فمحصله الكلام ده كله بيديني لينير سكار. يعني ايه لينير سكار؟ خط رفيع قوي ما يبقاش باين، لان الهيلينج حصل على نظافه. تمام؟ ايه كمان؟ مش السكين ده في الديرمس في تحت ادينكسا؟ يعني ايه ادينكسا؟ في يعني ايه ادينكسا؟ سكين ادينكسا يعني هير فوليكل. مش في هنا هير فوليكل؟ في سبيشس جلاند اللي هي الخلايا اللي بتطلع الدهون اللي هي اللي بتفرز دهون، او السويت جلاند اللي هي الخلايا اللي بتطلع العرق. كل دول اسمهم ايه؟ اسمهم ادينكسا. الباسينيان كورباسر، في باسينيان كورباسر مش عارفينها اللي عامله زي البصله دي، الباسينيان كورباسر ديت بتاعت البريشر والتاتش والحاجات دي كلها، كل الحاجات دي اللي هي الهير فوليكل او السويت جلاند او الباسينيان كورباسر، كل الحاجات دي اسمها سكن ادينكسا. الحاجات دي لما يحصل لها انجري، سواء كان الجرح ده كلين كات او سواء كان مش كلين كات، طالما السكن ادينكسا حصل لها انجري مش هتريجنريت تماما، خلاص انتهت، خلاص ما عندهاش اي قدره انها تري جنريت، هتختفي تماما. يبقى اهم حاجه في الهيلينج باي برايمري انتنشن ان هو كلين كات ووند او في السيرجيكال ووند نون جابينج ووند. تاني حاجه ان الهيلينج في الاول بيحصل فين؟ في الابيديرمس باي ريجنريشن، وبعد كده هيلينج يحصل في الدرمس باي فايبروزس. ولو حصل اي انجري في الادينكسا يبقى مالها؟ ويل نوت ريجنريت، مش هت ايه تبروليفريت تماما ولا هتتجدد. والمحصله النهائيه وجود ايه؟ لينير سكار. يعني لينير سكار يعني خط رفيع قوي شكله لطيف مش عامل اي مشاكل. طيب عكس بقى الكلام ده، الناس اللي هي اتعورت ب الجرح بتاعها كان انفكتد او جابنج وون زي اي حد يقع في الشارع. طب ايه اللي حصل؟ ادي ايدج اهي وادي ايدج، الجرح ماله يا اولاد؟ جابنج، يعني في جاب كبيره بين التو ايدجز وبعضها، وهنا مليان انفكشن، يعني في بلاوي جوه هنا واقعه جوه الجرح. طيب هل الابيثيليوم ده او الابيديرمس هيقدر يريجنريت ويعدي الناحيه الثانيه؟ مش هيقدر، مفيش كوبري،
الايدجز بعاد عن بعض وفي النص هنا في انفكشن منع الهيلينج. مش احنا اتفقنا ان الانفكشن بتريتارد الهيلينج؟ طب عشان خاطر الابيسيليوم ده يريجنريت، لا ده لازم ابني له حاجه من تحت لفوق كده توصل لغايه عنده عشان خاطر اديله ارضيه هو يريجنريت عليها. علشان كده هنا الهيلينج هيبدا بالعكس، هيبدا منين؟ من الدرمز. يبدا الدرمز ده كله يهيل باي ايه؟ باي فايبروزس. بعد ما الدرمز يحصل له هيلينج باي فايبروزس، الفايبروزس وصل لغايه فوق اهو فعمل كوبري بين التو اوبوزنج ايدج، تبدا بقى الاوبوزنج ايدج يحصل لها هيلينج باي ايه؟ باي ري جينيريشن. تمام كده؟ يبقى عشان كده الهيلينج باي سكندري انتنشن لازم يبدا فين؟ من تحت من الدرمز. ليه؟ لان التو ايدجز جابنج بعاد جدا عن بعض، فالابيدرمس مش قادر يبروليفريت وينط عشان يقابل صاحبه الناحيه الثانيه. فلازم الاول هبني من تحت بالفايبروزس، وبعد كده اول ما الفايبروزس يحصل فوق خلاص ده في ارضيه اتفضل بروليفريت عليها واعمل هيلينج باي ريجينريشن. يبقى الهيلينج باي سكندري انتنشن يبدا الاول ان الدرمز يهيل باي فايبروزس في الاول، وبعد كده الابيدرمس يهيل باي ايه؟ ريجينريشن. والمحصله الاخيره بيكون فيه اجلي سكار تيشو، لان الهيلينج بقى ايه؟ مش الجرح انفكتد ومش منظم والوند نون جابنج، فيبدا يحصل هيلينج باي اجلي سكار. طيب يبقى مهم جدا جدا الهيلينج باي برايمري انتنشن وسكندري انتنشن. الجدول اللي عندكم في الكتاب ده، ده سؤال امتحان 100%، الجدول اللي هو كومبير بتوين برايمري انتنشن وسكندري انتنشن. لو الكلام اللي مكتوب مضايقك، لو الكلام اللي هو الباراجراف اللي قبل الجدول مضايقك، يكفي الجدول. يعني الجدول هو فيه الخلاصه، لو انت تايه في الكلام اللي قبل الجدول مش مشكله، الجدول فيه الخلاصه. ايه خلاصه الجدول؟ الفرق بين البرايمري انتنشن والسكندري انتنشن، ده كلين كات ووند لكن ده ماله؟ انفكتد ووند. ده نون جابنج ووند لكن ده ايه؟ جابنج ووند. هنا الهيلينج بيبدا فين؟ في الابيدرمس عن طريق ريجينريشن، وبعد كده هيلينج باي للدرمس باي الفايبروزس، والمحصله الاخيره لينير سكار. لكن هنا الهيلينج بيبدا الاول عن طريق ايه؟ الدرمس يهيل باي فايبروزس، وبعد كده الابيدرمس يهيل باي ريجينريشن، والمحصله النهائيه اجلي سكار. ممكن الزون الفوكس دي يعني اتناقشوا في ايه؟ انت اصلا نايم. هنا في الفايبروس المول في السكند بريفنشن حصل فايبروسس في الدرمس. هو هنا كان كاتب برجنريشن تيشو. ما هو برجنريشن تيشو دي يعني هو كاتبها لك مجازا، يعني مش الجنريشن دي ده من مراحل الفايبروسس؟ مش بيبدا انجيوجينيسيس وبعد كده جرانيوليشن تيشو وبعد كده فايبروسس وبعد كده سكار؟ هي المراحل دي كلها بتحصل. لا هو قصده يعني ده كله بيحصل بالترتيب كده زي ما احنا خدناه بالترتيب، ماشي؟ بيحصل في الدرمز. استنى عشان انا مش سامعاها من فضلكم. عايزه اكتبي فورميشن اوف فايبرس تيشو بين قوسين انجيوجينيسيس زين جرانيوليشن زين فايبرس زين سكار، بس اربع كلمات جنب بعض، ماشي؟ هو ده اللي بيحصل في الدرمز. هو ده الصح؟ لا اكتبيها. ما هو دي، ما انت عشان توصلي للفايبرس تيشو لازم يكون في جرانيوليشن قبله، وفي فايبرس هيطلع كده في الاخر. لا دي ترتيب خطوات تبقى انت عارفاها، ماشي؟ طيب نعم. سكين ادينكسا يعني هي الفوليكل او السويت جلاند، اللي هي الجلاند اللي بتطلع العرق، او الشعر اللي هو بيبقى موجود تحت السكين، او الباسينيان كورباسل، كل الحاجات دي اسمها سكين ادينكسا. لما بيحصل انجري للسكين الحاجات دي لو اتدمرت مش هتتجدد تاني ابدا، ماشي؟ طيب في بقى حاجه مهمه جدا، احنا قلنا الجدول ده سؤال اساسي في الامتحان. الكومبليكيشن بتاعت الووند هيلينج بقى سؤال مهم جدا جدا في الامتحان برضه. اي حاجه عندك في الكتاب عنوان كومبليكيشن او فيت او اوت كام دي سؤال امتحان 100%، ماشي؟ الكومبليكيشن اوف الووند هيلينج، اثناء الهيلينج ده ممكن يحصل بعض المضاعفات زي ايه؟ اولا يحصل اجلي سكار، السكار يبقى شكله وحش هيعمل كوزمتيك بروبلمز، يبقى عامل لو السكار ده في مكان واضح، واحد اتعور في وشه اتعور في مكان واضح في جسمه، بيبقى ايه؟ عنده مشاكل تجميليه اللي هي كوزمتيك بروبلمز. تاني حاجه اسمها كونتراكشر. يعني ايه كونتراكشر؟ لو انا اتعورت في المكان ده
مكان بتاع جوينت هنا ماشي. لو السكار اتكون فوق الجوينت نفسه مش السكار ده حاجه كونتراكتايل، هل هقدر افرد الجوينت وافرده تاني؟ الجوينت هيبقى ثابت، هيبقى السكار واصل من هنا لهنا مثبت لي الجوينت، مش قادر ولا افرد ولا اتني الجوينت. نفس الكلام اللي يجيله سكار عند النى، مش قادر يتني رجله ولا يفردها. لما الجوينت يبقى متيبس كده بسبب وجود الفايبروزيس يسموها ايه؟ كونتراكشر. ده معنى كلمه كونتراكشر. طب ايه كمان؟ اثناء الهيلينج مش الابيديرمس بيحصل له هيلينج؟ ممكن خليه من الخلايا بتاعه الابيديرمس فوق تقع تحت في الدرمس. مش الابيديرمس ده المفروض بيطلع كيراتين؟ فممكن الخلايا اللي هي الابيديرمس دي تحت وهي موجوده كده في الدرمس تعمل لي سيست مليان كيراتين جوه الدرمس. هي خلايا من الابيديرمس وقعت تحت في الدرمس وعملت لي كيس مليان كيراتين، يسموه كيراتين فيلد سيست او اسمه الثاني ابيديرمال سيست. ليه ابيديرمال سيست؟ لان مصدره الابيديرمس، بس هو موجود فين؟ جوه الدرمس. لو عندكم في الكتاب مكتوبه ان هي موجوده جوه الابيديرمس، لا ده موجود جوه الدرمس. ده سيست اتكون نتيجه لان بعض الخلايا من الابيديرمس اثناء الهيلينج وقعت تحت فين؟ في الدرمس. ايه؟ هي موجود في الدرمس، سيست ده بيتكون في الدرمس. بعض الخلايا اثناء الهيلينج وقعت تحت فين؟ في الدرمس، فعملت كيراتين، كيس مليان كيراتين جوه مين؟ الدرمس، يسموه كيراتين سيست او ابيديرمال سيست. ده ما فيهوش حاجه، بيناين حاجه حميده، بس كومبليكيشن من الهيلينج. طب ايه كمان؟ ممكن يحصل ديفكت في الهيلينج ده، ممكن السيرفيس يبدا يحصل فيه ديفكت، يعمل لي ألسر او يعمل لي تراكت مقفول من ناحيه ثانيه اثناء الهيلينج اللي هو مين؟ ساينس، او تراكت مفتوح من ناحيتين اسمه ايه؟ فيستيلا. دي كومبليكيشن اثناء الهيلينج. اللي هو الجرانيوليشن جيش وما كملش للاخر، فعمل لي ما طلعش لغايه فوق في السيرفيس، حصل ما اعرفش ايه، ممكن يعمل ألسر او ساينس او فيستيلا. طب ايه كمان؟ ممكن ان لو سبب الانجري ده بيرن، لو سبب الانجري ده حرق، الحرق ده بعد فتره غالبا الحرق ده بيسيب مكانه ألسر، بيسيب مكانه قرحه، والقرحه بتستمر فتره طويله بتعمل كرونيك ألسر كده، تمام؟ طيب مشكله الحرق بنخاف من ايه؟ ان كفايندينج دي فايندينج من غير سبب، لقوا ان بعد فتره كبيره من الكرونيك ألسر اللي هو بوست بيرن ده، ساعات الألسر ده بيحصل عليه مالجنسي، يحصل عليه تيومر، ورم خبيث اسمه سكويمس سيل كارسينوما. يعني ايه سكويمس سيل كارسينوما؟ ورم خبيث طالع من السكين، هناخده بالتفصيل ان شاء الله في النيوبليزيا. فلقوا ان بوست بيرن ألسر، حاجه اسمها بوست بيرن ألسر اللي هي الألسرز اللي بعد الحروق، ممكن بعد فتره تقلب بمالجنت تيومر. بيسموا المالجنت تيومر اللي بعد البيرن ده حاجه اسمها مارجولين ألسر. المارجولين ألسر ده اللي هو البوست بيرن ألسر اللي بيقلب بعد كده بمالجنت تيومر. ايه كمان؟ في بعض الناس عندها جينيتك تندنسي، الجينات بتاعتها بتخليها عندها الفايبروزس بقى يبقى عنيف شويه، عندها اوفر ريبير، الريبير بتاعها بالزياده شويه، فتلاقي ان السيرفيس بتاع السكين بتاعهم عمل فايبروزس عنيف، فتلاقي ان السكين بتاعهم مكان الانجري عليه زائده من فوق كده فليشي ماس، ناس كده عامله زي رفل كده زي اللحمه اللي ما استوتش كويس، دي بيسموها ايه؟ كيلويد. ايه كيلويد ده؟ ده فايبرس تيشو بس بالزياده قوي. ماشي؟ ايه سببه؟ الناس عندها جينيتك ديفكت او جينيتك تندنسي انها تعمل كيلويد او انها الريبير بتاعها يكون اكتر من غيرها. يبقى دي الكومبليكيشنز بتاعه الووند هيلينج. يعمل لي كوزمتيك بروبلمز، يعمل لي كونتراكشر لو كان موجود فوق جوينت، يعمل ايه كمان؟ كيلويد يعني اوفر ريبير، ريبير بزياده شويه، يعمل كومبليكيشن زي الابيديرمال سيست او يسموه ابيديرمال انكلوجن سيست. يعني ايه كلمه انكلوجن يا ولاد؟ انكلوجن يعني حاجه من السيرفيس وقعت تحت السيرفيس، اي حاجه من السيرفيس تقع تحت السيرفيس يسموها انكلوجن سيست. ماشي؟ فبما ان حاجه من الابيديرمس وقع تحت في الدرمس اللي هي خلايا من الابيديرمس اثناء الهيلينج وقعت لي تحت، عملت لي كيس مليان كيراتين يسموه ابيديرمال انكلوجن سيست. ماشي؟ حصل لها ديتاتشمنت، انفصلت عن السيرفيس ووقعت تحت في الدرمس، انفصلت، حصل لها ديتاتشمنت عن اخواتها اللي جنبها، وقعت تحت اثناء الهيلينج. بالبروليفريت تحت تطلع كيراتين، تعمل كيس مليان كيراتين يسموه ابيديرمال انكلوجن سيست. ماشي؟ في ديفكت في الهيلينج، يعمل لي قرحه، ألسر، يعمل لي ساينس تراكت، تراكت مقفول من ناحيه، او فيستلا تراك مفتوح من ناحيتين، تمام؟
او لو كان مالجنانت ترانسفورميشن ان مكان الجرح ده يقلب مالجنانت، بالذات الناس اللي عندها ايه بوست بيرن ألسر، لان الالسرز اللي بعد الحروق اللي بيسموه المارجورين ألسر، يا اما في الاخر خالص قلنا اللي هو الايه الكيلويد فورميشن. في مشكله لغايه دلوقتي؟ في مشكله في السكين، في الوند هيلينج كومبليكيشنز فاهمين؟ ممكن هو بيعملوها عمليات حد عنده مشكله في حاجه؟ الكارسينوما ده قلنا الناس اللي بيكون الجروح بتاعتها بسبب بيرن، بسبب حروق، الحرق ده بيعمل كرونيك ألسر، بيخلي العيان الجرح ما بيقفلش بسرعه، مش عشان خاطر بيكون الدمج عنيف، فبعد فتره ساعات الالسر اللي بسبب الحروق ده يحصل عليه مالجنانت ترانسفورميشن، الجلد اللي فوق الالسر اللي حصل فيه الحرق ده يقلب بعد كده في اخر ورم خبيث، تمام؟ الالسر اللي بعد الحرق يسموه مارجولين ألسر، بوست بيرن ألسر او مارجولين ألسر، ده وارد جدا ان هو يقلب ايه مالجنانت بعد فتره. طيب بالنسبه للامبلانتيشن سيست او الانكلوجن سيست، ان ساعات اثناء الهيلينج الخلايا بتاعت الابيدرمس تقع تحت في الدرمس، اللي هي الكيراتينوسايتس اللي فوق تقع تحت في الدرمس، فتبدا الكيراتينوسايتس وهي واقعه تحت في الدرمس تبدا تعمل لي سيست مليان كيراتين، ماشي؟ السيست ده اسمه امبلانتيشن سيست او انكلوجن سيست. يعني ايه امبلانتيشن او انكلوجن؟ يعني حاجه فوق من الابيدرمس اتزرعت تحت في الدرمس وبدات تكبر وتعمل لي كيراتين، ده كيس حميد مفيش اي مشكله، بس ممكن الاقيه ككومبليكيشن من الوند هيلينج، تمام؟ بعد كده الهيلينج اللي بعده الهيلينج بتاع النيرف او الهيلينج بتاع اللي هو النيرفس سيستم، لو حصل الانجري فوق في السي ان اس بيكون قلنا احنا اتفقنا ان خلايا السي ان اس مالها مينلي بيرمننت ما بيحصلهاش هيلينج. طيب لو حصل في حاجه اسمها في السي ان اس حاجه اسمها جلايال سيل، الجلايال سيل دي شبه الفايبروبلاست كده عندنا في جسمنا، لما بيحصل انجري في السي ان اس تلاقي الجلايال سيل دي عملت فايبروزس، عملت سور كده حوالين الانجري، وهتاخدوها ان شاء الله هتاخدوا مديول السي ان اس في اللي هي الانفاركشن او اللي هي الجلطات بتاعت المخ والحاجات دي، تمام؟ تبقوا فاهمين بس ان السي ان اس بيرمننت بيحصلوش هيلينج، بيحصل يعني بيحصل له هيلينج باي فايبروزس او سكار فورميشن، وتبقوا عارفين يعني ايه جلايوزس. جلايوزس يعني فايبروزس في البرين. احنا عندنا احنا خدنا الفايبروزس مع بعض، الفايبروزس لما بيحصل في البرين بيكون سببه حاجه خلايا اسمها جلايال سيل فيسموه جلايوزس. يعني ايه جلايوزس؟ يعني فايبروزس بس في البرين. طب يعني ايه اورجانيزيشن؟ يعني فايبروزس مكان كان فيه فايبرين قبل كده، يعني لو المكان اللي حصل فيه فايبروزس كان مطرحه فيه فايبرين، فاكرين لما خدنا المره اللي فاتت فايبرينس انفلاميشن وقلنا ان بيكون بتوين التو لايرز بتوع البلورا او البريكارديوم مليان فايبرين، لو الفايبرين ده شلته وحطيت مكانه فايبرس تيشو يبقى ده اسمه ايه؟ اورجانيزيشن. يعني ايه اورجانيزيشن؟ يعني فايبروزس مكان فايبرين. والمره اللي فاتت شرحت لكم الفرق بين الفايبرين والفايبروزس، قلت لكم الفايبرين ده اللي هو الفايبرين اللي هو طالع منين؟ من البلد، ده بلد، ده بلازما بروتين شبكه بتاع الاكيوت انفلاميشن، لكن الفايبروزس اللي هو مين؟ فايبروبلاست وكولاجين بتاع الكرونيك انفلاميشن او بتاع الريبير. يبقى اسم يبقى الفايبروزس ليه كذا اسم، فايبروزس اللي هو في جسمنا عادي، في البرين جلايوزس، ومكان فايبرين يبقى اسمه ايه؟ اورجانيزيشن، تمام؟ عشان بس ايه في ناس لما بتقرا الكلام ساعات الكلام غريب عليها فتبقى فاهمين معايا الحاجات دي. طيب اللي هيهمنا بقى شويه الهيلنج بتاع البريفرال نيرف، مش احنا عندنا السنترال نيرف سيستم ده عباره عن ايه؟ برين سباينال كورد، والسباينال كورد بتطلع منه بعد كده اللي هي النيرفات اللي هي الايه البريفرال نيرف. الهيلنج بتاع البريفرال نيرف ده بقى بيتم ازاي؟ انا عندي البريفرال نيرف وعندنا فيه اول حاجه النيورون، وبعد كده طالع منها مين؟ اللي هو الاكسون، والاكسون ده بيكون حواليه اللي هو الاندونيوريوم اللي هو الغطاء الخارجي للاكسون اللي اسمه اندونيوريوم، حطوا الكلام ده ولا لا؟ طيب وبعد
كده جوه الاكسون بيكون في مين اللي هم الشوان سيلز وفي الاخر خالص في الدندرايت. طيب لما بيحصل انجري للبريفرال نيرف يعني الجزء ده كده حصل له انجري قطع نتيجه بقى اللي حد اتعور بسكينه حد حادثه اي حاجه اللي بيحصل النيرف عندي اتقسم لحاجه الناحيه دي وحاجه الناحيه دي اللي بيحصل هنا واللي بيحصل هنا. اولا اللي بيحصل الناحيه دي اسمه ريتروجريد ديجنريشن ده اسمه البروكسيمال ده اسمه ايه البروكسيمال بارت اللي هو الجزء اللي ناحيه النيورون او ناحيه السيل بودي اسمه ايه بروكسيمال بارت. البروكسيمال بارت ده بيحصل فيه ايه بيحصل فيه حاجه اسمها ريتروجريد ديجنريشن. يعني ايه ريتروجريد ديجنريشن بنلاقي النيرف يبدا يتكسر يتكسر لغايه ما اقف لاول فيرست نود اوف رامبير اه كده انا خلاص هقف لغايه هنا هبدا اتكسر لغايه ما اوصل للفيرست نود اوف رامبير. بعد كده السيل بودي يحصل فيه شويه تشينجز المفروض السيل بودي فيه حاجه اسمها نسل جرانيول جرانيول موجوده جوه السيل بودي يبدا تتحلل يحصل فيها حاجه اسمها كروماتوليسيس تمام بس حاجه ريفيرسبل ترجع تاني لما النيرف يتصلح. طيب الناحيه بقى اللي في الاخر دي الناحيه اللي هي الديستال دي تبدا كلها ديجنريت يحصل فيها حاجه اسمها ولاريان ديجنريشن. يعني ايه ولاريان ديجنريشن يعني الناحيه اللي في الاخر دي كلها بتديجنريت بيتبقى منها بس الشوان سيلز هي اللي ما بتموتش. يبقى انا عندي النيرف اتقسم لاثنين الجزء الاولاني ده اولا السيل بودي نفسها يحصل فيها شويه تشينجز حاجه اسمها كروماتوليسيس. ايه كروماتوليسيس تبدا الناس الجرانيول اللي موجوده فيها تديس انتجريت تتكسر شويه. بعد كده الجزء البروكسيمال من النيرف نفسه من الاكسون نفسه يبدا يحصل له ديجنريشن لغايه ما اوصل لاول عقده لاول فيرست نود اوف رامبير هيقف لغايه كده وده كله هيبقى سليم عادي. الجزء الديستال ده كله هيديس انتجريت بالكامل هيتبقى منه بس شويه ايه شوان سيل. الديجنريشن في الجزء الاولاني اسمه ريتروجريد ديجنريشن الديجنريشن في الجزء الثاني اسمه ولاريان ديجنريشن. بعد كده نبدا عمليه الهيلينج. الشوان سيل دي يا اولاد شبه الماكروفيج شبه الماكروفيج يعني ايه مكنسه اي بقايا هنا بتكنسها وتنظف لنا التيشو تماما علشان خاطر تساعد عمليه الريبير. بعد كده تبدا الشوان سيل اللي الناحيه دي تبدا تبروليفريت وتريجنريت نفسها شويه شويه كل يوم تزيد ملي كل يوم تزيد ملي لغايه ما تقابل صاحبتها الناحيه الثانيه. الشوان سيل الناحيه دي تبدا تريجنريت نفسها كل يوم ملي كل يوم ملي لغايه ما تقابل صاحبتها الناحيه الثانيه. الكلام ده كله بيبقى اسهل لو الاندونيوريوم عندي سليم ما اتقطعش بتسهل عمليه الايه الريجنريشن دي. لكن بيبقى اصعب طبعا لو النيرف كان مقطوع بالكامل وكل الطبقات بتاعته كانت مقطوعه. طيب يبقى انا عندي دلوقتي اللي حصل في النيرف النيرف اصلا عباره عن ايه بريفرال نيرف ده اولا سيل بودي ادي النيوكليوس وادي شويه جرانيول اسمها نسل جرانيول ده نورمال هيستولوجي وادي الاكسون بتاعنا الاكسون من بره حواليه طبقه اسمها اندونيوريا جوه الاكسون بيكون فيه الشوان سيلز وحواليهم اللي هو الايه المايلين شيس ودولم اللي هم الدندرايت. طيب لما بيحصل انجري للنيرف الانجري الحته دي كلها اتقطعت من النيرف ايه اللي بيحصل قبل القطعه واللي بيحصل بعد القطعه؟ قبل القطعه اسمه ريتروجريد ديجنريشن. الريتروجريد ديجنريشن بيحصل فيه ايه؟ النيرف بيديس انتجريت كله بيتحلل لغايه ما اوصل اول عقده من الرامبير اقف خلاص التحلل هيقف هنقف لغايه كده وشويه الناس الجرانيول اللي هنا يحصل لهم كروماتوليسيس يعني يتحللوا. طب ايه اللي بيحصل بعد القطعه؟ حاجه اسمها ولاريان ديجنريشن. يعني ايه ولاريان ديجنريشن؟ يعني النيرف بيتحلل بالكامل مين اللي بيتبقوا؟ شويه الشوان سيلز عاملين زي المكنسه يبداوا ياكلوا في بقايا التيشو اللي موجود هنا وبعد ما الدنيا تنضف تبدا الشوان سيلز شويه شويه تبروليفريت لغايه ما تقابل صاحبتها الناحيه الثانيه يبداوا بروليفريت لغايه ما يقابلوا بعض بينمو بمعدل قد ايه؟ ملي في اليوم عشان كده النيرف هيلينج بياخد فتره لغايه ما ايه؟ ما يرجع للفول باور بتاعه. كل ما النيرف كان لسه متحور بالاندونوريا كل ما الهيلينج كان اسرع وبقى افضل. طيب لو حصل ان النيرف كان النيرف القطع ده التو ايدجز بتوعه اللي هو الجزء الديستال مع الجزء البروكسيمال مش اوبوز تو ايتش اذر مش المفروض ادي عندي دي كده السيل بادي وده البروكسيمال انت
والديجنريشن وقف لغايه ايه الفيرست نود اوف رامبير، والناحيه الثانيه بتبقي منها شويه ايه شوان سيلز. الشوان سيلز بتكبر شويه شويه لغايه ما تقابل صاحبتها الناحيه عشان النيرف يرجع فول باور. طب لو انا عندي الاند دي كانت القطعه جامده او الحادثه جامده، فالاند دي راحت الناحيه دي كده والاند دي لسه زي ما هي كده، هل الاثنين دول الاين مع نفس اللاين؟ لا. طب افرض العيان ده حصل له عمل امبيوتيشن، قطع ايده او قطع رجله او اي حاجه، هل الناحيه دي تبقى موجوده اصلا؟ لا مش تبقى موجوده. يبقى لو التو ايدجز مش الايند مع بعض، مش على نفس اللاين، او لو هو عمل امبيوتيشن فحصل ان الديستال دي كلها اصلا مش موجوده، ايه اللي هيحصل؟ هل الهيلينج هيحصل زي ما احنا قلنا؟ لا، ده الهيلينج هيحصل يعمل لي ايه؟ يعمل لي ماس، يعمل لي كده ايه كلتيعه. الكلتيعه دي فيها شويه شوان سيلز على شويه فايبرس تيشو على شويه اي عفن موجود في المنطقه، يعمل لي ماس كده. بعد البروكسيمال بارت بتاع النير الماس دي يسموها امبيوتيشن نيوروما. الامبيوتيشن نيوروما دي شويه ديس انتجريتد اكسونز على شويه بروليفريتد شوان سيلز على شويه فايبرس تيشو. بتحصل امتى الامبيوتيشن نيوروما دي؟ لو التو ايدجز بتوع النير مش على نفس اللاين، او لو حصل نتيجه لايه لامبيوتيشن فالايدج اللي هي الديستال دي اصلا مش موجوده عندي. فالهيلنج بيحصل ايه؟ عن طريق حاجه اسمها امبيوتيشن نيوروما، ودي بتكون بينفول ماس. طيب يبقى احنا دلوقتي الهيلنج بتاع البريفرال نيرف يا اما يحصل له كومبليت ريجينريشن لو التو ايدجز كانوا اوبوزيت او على نفس اللاين. طب لو هما مش على نفس اللاين او في امبيوتيشن ايه اللي يحصل؟ لا تعمل لي حاجه اسمها الامبيوتيشن ايه نيورو. تمام كده؟ في حاجه لغايه في مشكله؟ بعد كده اخر حاجه في الهيلنج، الهيلنج بتاع البارينكيمال اورجن، اتمنى ان انتوا تفهموه، بس هنفهمه ان شاء الله بالتفصيل لما ناخد السيستمز، بس هحاول اقرب لكم قدر المستطاع. طيب لما جينا خدنا البارينكيمال اورجن قلت لكم اي نوع من انواع التيشو؟ ستيبل، يعني عندهم قدره على الريجنريشن ويزن limits في حدود. يعني ايه كلمه في حدود دي بقى؟ ويعني ايه اصلا كلمه بارينكيما اورجان؟ بارينكيما يعني حشوه. البارينكيما اورجانز دول يا ولاد اورجانز ليها هيكل خارجي وحشوه داخليه من الخلايا. الهيكل بتاعها كاني كده ببني عماره. لما بيجي ببني عماره مش بحط الاول اللي هو الحديد المسلح؟ مش ده الهيكل بتاع العماره؟ الهيكل بتاع البارينكيما اورجان هو مين؟ كونكتيف تيشو. بتبقى كبسول والكبسول بتنزل امتدادات جوه الاورجن زي بالظبط الحديد المسلح جوه العماره. طيب لكن لما باجي بقى ابدا بقى اعمل الشقق واحط الشقق واحط حاجات جوه الشقق، دي الحشوه بتاعت العماره اللي هي البارينكيما الاورجن نفسه. طيب لو انت دلوقتي عندك العماره بتاعتك ليها الهيكل بتاعها الحديد المسلح اللي هو الكونكتيف تيشو بتاعنا، وليها الحشوه اللي هي الشقق بتاعتنا ومكوناتها والكلام ده، لو انت عملت شويه اصلاحات في الشقه بتاعتك، كسرت حيطه، بيضت الشقه، مش انت بتكسر وترجع سهل جدا تبني وتريجنريت شقتك وترجع افضل من الاول؟ طيب طب لو العماره كلها الحديد المسلح بتاعها وقع، هل كده هقدر ان انا اريجنريت تاني؟ لا خلاص هي وقعت. نفس الكلام في البارينكيما الاورجان، لو انا الحديد المسلح ده الكونكتيف تيشو ده كله وقع، العماره هتيل باي فايبروزس، مش تقدر تريجنريت. لكن لو مجرد تعديلات في الحشوه الشقه بتاعتي، لا هقدر اهيل باي ريجنريشن. تمام كده؟ طيب تعالوا ناخد الاكزامبل ده على الليفر مثلا، ناخد ليفر وكدني. الليفر ده ما خدتوش الاستورج بتاع الليفر صح؟ خدتوه؟ طب الحمد لله. الليفر عندي لوبيول شكلها سداسي ولوبيول تاني شكلها سداسي، بين كل لوبيول وبعضها حاجه اسمها ايه؟ بورتال تراكت. اللوبيول دي جواها مين؟ هيباتو سايت. والبورتال تراكت ده عباره عن ايه؟ كونكتيف تيشو. تمام؟ الكونكتيف تيشو ده الاساس بتاع العماره، والهيباتو سايت دي الحشوه اللي هي الشقه بتاعتي. لو حصل انجري للهيباتو سايت، الهيباتو سايت اتعورت، تمام؟ هقدر ابنيها تاني ولا لا؟ عندها قدره عاليه جدا على ريجنريشن. يبقى اول ما هيباتو سايت تتعور على طول هتريجنريت نفسها. طب اول ما تريجنريت نفسها مش البورتال تراكت سليم؟ اول ما الهيباتو سايت تريجنريت تبدا تقف هنا عند النورمال بورتال تراكت، هيعمل لها ايه؟ كونتاكت انهبيشن. الهيباتو سايت عماله تبروليفريت تبروليفريت، هتروح على فين؟
لغايه ليميت معين عند البورتال تراك اللي هو السليم اللي ما حصلش فيه انجري يعمل لها كونتاكت انهيبيشن. فالحمد لله تفضل الهكساجون اللي هي اللوبيولر يونت بتاعت الليفر على حالها ما تاثرتش. تمام. طيب لو انا بقى دمرت الاساس بتاع العماره الانجري بتاعنا زي الفيرال هيباتايتس مثلا دمر لي الهيباتوسايت ودمر معاها البورتال تراكت. البورتال تراكت ده مش كونكتيف تيشو لما يتدمر بيهيل باي ايه؟ باي فايبروزس. طيب والهيباتوسايت دي لما اتدمرت بتهيل باي ايه؟ باي ري جينيريشن. طيب الهيباتوسايت عماله تتكسر وعماله تهيل باي ري جينيريشن اهي عماله ريجينيريت. هل البورتال تراكت ده هيوقفه عند حدها؟ لا هو اصلا بايظ، هو اصلا عمال يهيل باي ايه؟ باي فايبروزس. فكل شويه هيباتوسايت تلاقيهم بقوا متحوطين باي فايبروزس، دول عمالين يهيلوا باي ريجينيريشن وده عمال يهيل باي فايبروزس، دول عمالين يحصل لهم هيلينج باي ريجينيريشن وحواليهم البورتال تراكت بيهيل باي ايه؟ باي فايبروزس. هل اللوبيولار يونت بتاع الليفر زي ما هو؟ لا، ده بدل ما كان لوبيولز بقى ايه؟ بقى نوديولز. يعني ايه نوديولز؟ كور. الكور عباره عن فايبرس تيشو اللي هو جاي من هيل بورتال تراكت وجواه هيباتوسايت اللي جايين من هيل ده ايه؟ بارينكما. فانا دمرت الاركيتكتشر بتاع الليفر بالكامل. علشان كده الهيلنج بتاع البارينكما الاورجن ده على حسب. لو انا دمرت البارينكما بس اللي هو الليفر سيل بس هادي جدا هتريجنريت لغايه ما توصل عند البورتال تراكت هيوقفها خلاص وهتفضل الهكساجون نفس حاله مش هيحصل لها حاجه. طيب لو حصل البورتال تراكت نفسه حصل له انجري والهيباتوسايت حصل لها انجري كل واحد فيهم عمال يهيل على مزاجه دي بتهيل باي ريجنريشن وده بيهيل باي فايبروزس مفيش حاجه عماله تعمل كونتاكت انهيبيشن للثانيه يبقى ايه اللي حصل؟ المحصله انه الليبيول اتدمر الاركيتكتشر كله اتدمر والليفر بقى عباره عن دواير. الدواير دي عباره عن ايه؟ فايبرس تيشو اللي هو الاسود ده من الهيلد بورتال تراكت وجواه الخلايا اللي هم الهيباتوسايتس اللي هم هيلد باي ايه؟ ريجنريشن. تمام؟ في حد مش فاهم الكلام ده؟ دلوقتي ايه ممكن ياثر على الهيباتوسايت بس من غير ما ياثر على ممكن فاتي ليفر ممكن فيرال هيباتايتس خفيف زي الاي والاي فيروس مش السي والبي مثلا دي الحاجات اللي هي ايه خفيفه تاثر على الهيباتوسايتس بس. انا اصلا مفيش فريم ورك عشان انا عارفه ان ده بيديني كمان يعني انا جربت بس اللي هو حطيت بس معايا تاني وزنت بقى حلوه يعني حتى ما عنديش ستروك بتاعت الليفر مثلا علشان ان انا اي ما فيش ستروك مثلا اللي بتساعد بس اشتري لي نوم انا فاهمه دي طب ما هو ده ثواني عشان اسمع هو الشيء اللي هي ديجنريشن
عشان الشوان سيلز مش بدي جنريت تفضل موجود. تمام؟ ايه السبب؟ معرفش. انا السبب الفيرست انتنشن ده في السكين. انت قصدك على اللي هو قصدك ذكر النيرف اللي جوه السكين يعني. ده الهيلينج بتاعه بنفس الطريقه كده. لا ما ايه معلش الناس الجرانيول بتختفي والنيرف بيديس انتجريت لغايه ما يوصل لاول نودو فرانفيل. بس ماشي. لكن الاكسون اللي في الديستال كله بيختفي ما عدا شوان سيل. ماشي. لا شيل المصر. لا هو يعني غالبا من الديستال بروكسيمال بس نوت شور مش عارفه ممكن يكونوا بيقابلوا بعض. ماشي تمام. حد مش فاهم الهيلينج بتاع الليفر؟ حد مش فاهم الهيلينج بتاع الليفر؟ خلاص عرفنا ليه البارينكيمال اورجان عنده قدره على الريبليكيشن في حدود لو الخلايا نفسها اللي هي البارينكيما هي اللي فيها المشكله هتريجنريت. طب لو الفريم ورك يعني ايه كلمه فريم ورك؟ الهيكل كونكتيف تيشو باز لا يحصل فايبروزس. نفس الكلام يا اولاد في الكيدني. الكيدني عباره عن ايه؟ الكيدني خدت الاستريف الكيدني لسه الحمد لله. عندنا الكيدني عباره عن تيبيولز وجلوميريولاي. الكلام ده كله نايم على انترستيشيوم. لو الانجري في الجلوميريولاي ممكن الى حد ما تجدد نفسها. لو الانجري في التيوبيول اكيد هتجدد نفسها لان التيوبيول ده لايند باي ايبيثيليوم. تمام. طب لو الانجري في الانترستيشيوم بقى الكونكتيف تيشو اللي نايم عليه التيوبيول والجلوميريولاي لا هيحصل ايه؟ سكاي وفايبروزس. تمام. يبقى ايه اللي احنا خدناه كده؟ ملخص الريبير عشان ناخد بريك بعد كده. احنا النهارده لما خدنا ملخص الريبير لو سمحتوا نركز مع بعض خمس دقايق. خدنا ملخص الريبير. الريبير اولا قلنا ان الريبير ده يعني التيشو بيه هيل او بيصلح نفسه بعد الانفلاميشن على حسب التيشو اللي حصل له انجري وعلى حسب السيفيريتي بتاعه الانجري نفسها قسمنا الريبير لهيلينج باي ريجينريشن وهيلينج باي فايبروزس. لو الانجري كانت مايلد والخلايا اللي اتعورت كانت لباين ايه لباين عندها قدره عاليه على ريجينريشن يحصل هيلينج باي ريجينريشن والتيشو يرجع كومبليتلي نورمال زي ما كان. لو كان التيشو بايظ تماما والخلايا ستيبل او بيرمننت يحصل هيلينج باي فايبروزس. قسمنا الخلايا الى بتاعت جسمنا لبايل سيل بيرمننت سيل وستيبل سيل. قلنا البايل هاي ريبليكيتيف كاباسيتي زي مين ومين؟ زي اي ابيثيليال لايننج وزي البون مارو. وقلنا في عندنا بيرمننت سيل خلايا تيرمالي ديفرنشيتد ما بتتجددش تماما زي سكيليتال ماسل وزي الكاردياك ماسل وزي خلايا سنترال نيرفس سيستم. وخدنا لما بين البنين اللي هم الستيبل اللي هم عندهم ممكن قدره على ريبليكيشن ويز ليميتس زي مين؟ زي البارينكيما ليفر وكيدني. بس خلايا الليفر البارينكيما الحشوه نفسها ده قدره عاليه جدا على الريجنريشن يعني تعتبر زي البايل بالظبط. ماشي. مشكلتها كلها لما بيحصل انجري في الفريم ورك زي ما احنا. طب ايه كمان من الخلايا الستيبل؟ سموث ماسل اندوثيليوم وفايبروبلاست الحاجات دي كلها ستيبل بين البنين. كده دخلنا في خطوات الهيلينج باي فايبروزس. قلنا اول حاجه انجيوجينيسيس يعني نيو فيسل فروم اوريدي اكزيستنج فيسل. يبدا الفيسل يحصل ديستربشن لللايرز الخارجيه. الاندوثيليوم يحصل له بادنج ويعمل لي مايجريشن وسوليد بادز. سوليد بادز تحصل لها كانالايزيشن يجيب حواليها شويه بيريسايت او سموث ماسل عمل لي نيو فيسل. نيو فيسل معاه شويه انفلاماتوري سيلز حواليه جرانيوليشن تيشو. كل ده اندر افكت بتاع فاسكولار اندوثيليال جروس فاكتور. بعد كده يبدا يطلع بليت درايف جروس فاكتور فايبروبلاست جروس فاكتور يبدا يعمل ريكروتمنت للفايبروبلاست. بقى التيشو عندي عباره عن فيسل انفلاماتوري سيل وفايبروبلاست. الفيسل والانفلاماتوري سيل والفايبروبلاست ده جرانيوليشن تيشو برده. اول ما الفايبروبلاست تبدا تطلع كولاجين اتحولنا من جرانيوليشن تيشو لفايبرس تيشو. يبقى الجرانيوليشن تيشو ده يا فيسل وانفلاميشن يا فيسل وانفلاميشن وشويه فايبروبلاست. اول ما طلع كولاجين يبقى انا دلوقتي فين؟ يبقى انا بقيت فايبرس تيشو مش جرانيوليشن تيشو. اول كولاجين بيطلع هو مين؟ كولاجين تايب 3.
بعد كده يبدا الكولاجين يزيد شويه بشويه يضغط على الفايبروبلاست والبلاد فيسل لغايه ما يتحول لتيشو كله افاسكولار مفيش فيسلز خالص وكله كولاجين اسمه سكار تيشو. يبدا السكار تيشو ده يتظبط حاجه اسمها ريمودلنج عن طريق الكولاجينيز اللي طالع من الماكروفاجز عن طريق المايوفايبروبلاست اللي موجوده حوالين البلاد فيسل سوري حوالين السكار تيشو اللي بتكونتراكت فتظبط شكل السكار يا اما عن طريق مين كمان ان الكولاجين رقم 3 يتحول لكولاجين 1 وده بيديني مور تنسايل سترينث يخلي السكار اللي عندي ده يتحمل الاستريس والبريشر اكتر. طيب بعد كده اتكلمنا قلنا في حاجه اسمها فاكتورز بتكنترول الريبير يا ستيميولاتوري يا انهبيتوري. الاستيميولاتوري دول حاجتين جروس فاكتور وسيل ماتريكس انتر اكشن. الجروس فاكتورز دي مجموعه من الجروس فاكتور بتمسك في ريسبتورز موجوده على الخليه فبتاكسبريس سيرتن جينز بتعمل سيل بروليفريشن وديفرنشيشن. زي مين الاستيميولاتوري جروس فاكتور؟ الترانسفورمينج جروس فاكتور بيتا اللي هو المين فايبروجينيك فاكتور وبعض الفاكتورز ثانيه اللي هم زي الفاسكولار انتوسيليال جروس فاكتور او الفايبروبلاست جروس فاكتور بليتليت درايف جروس فاكتور كل دول استيميولاتوري فاكتورز لعمليه الريبير. بيشتغلوا ازاي؟ يا اما عن طريق اوتوكراين جروس فاكتور يطلع من الخليه ويشتغل عليها، يا اما باراكراين يطلع من خليه مجاوره ويشتغل عليها، يا اما اندوكراين يطلع من خليه بعيده ويمشي عن طريق الدم ويروح للمكان بتاع الريبير ويعمل لي ايه؟ عمليه الريبير او عمليه الفايبروزس. طيب ايه كمان الاستيميلاتوري فاكتور للريبير؟ حاجه اسمها سيل ماتريكس انتر اكشن. ان في حاجه على الخليه اسمها انتجرين يمسك في حاجه في الاكسترا سيلر ماتريكس اللي حوالين الخليه اسمه الفايبرو نكتين، مسكتهم مع بعض دي تبدا تعمل ايه؟ تعمل انتر اكشن يستيميوليت البروليفريشن بتاع الخليه ويساعد لي على الريبير، الى جانب كمان ان الاكسترا سيلر ماتريكس اكت از سكافولد ارضيه يحصل عليها ريبير. طب لو حصل ديسربشن للاكسترا سيلر ماتريكس ديسربشن للكونكتيف تيشو الارضيه يحصل ايه؟ هيلينج باي فايبروزس وسكار فورميشن. الدنيا تبوظ بدل ما النورمال اركيتكشر يبوظ زي ما احنا خدنا فين في الليفر. طيب بعد كده في حاجه اسمها انهبيتوري فاكتور برضو جروس فاكتور بتنهبت عمليه الريبير زي مين؟ الترانسفورمينج جروس فاكتور بيتا ينهبت سيل بروليفريشن او في واحد تاني اسمه ترانسفورمينج جروس فاكتور الفا ينهبت عمليه الفايبروس تيشو فورميشن، يبقى يعاكس الاكشن بتاع ترانسفورمينج جروس فاكتور بيتا فيما يخص الفايبروسس. في حاجه كمان اسمها كونتاكت انهيبيشن ان الخلايا لما البروليفريت تقابل بعض فتنهبت بعض تمام فتنهبت فيرزر بروليفريشن. بعد كده اخذنا اكزامبل في حاجه قبل ما ناخد اكزامبل للهيلينج اللي هي الحاجات اللي بتافكت الريبير زي ايه؟ جنرال فاكتور بتاعت الجسم نيوتريشن وجود دايبيتس سيركيلاتوري ديس اوردرز او الناس اللي بتاخد ادويه زي الاستيرويدز. طيب واخدنا حاجات تانية لوكال زي وجود انفكشن او فورين بادي او وجود ميكانيكال بريشر على مكان الجرح كل ده هيريتارد الهيلينج. بعد كده اخدنا اكزامبلز للهيلينج اكزامبل بتاع الهوند هيلينج بتاع السكين وانا ده مهم جدا في قلنا على حسب يا اما هيلينج باي برايمري يا اما باي سكندري انتنشن. ايه الفرق بين الاثنين؟ برايمري انتنشن كلين كات ووند نون جابنج ووند الثاني انفكتد وجابنج ووند. هنا الهيلينج بيبدا يحصل هيلينج للإبيدرمس باي ريجينريشن وبعد كده للدرمس باي فايبروزس. هنا العكس هيلينج باي الدرمس الاول باي ريجين باي فايبروزس وبعد كده الإبيدرمس باي ريجينريشن عكس بعض. ده الاند بتاعه فيه لينير سكار لكن ده اغلي سكار. الكومبليكيشنز بتاعت الووند هيلينج يا اما كوزمتيك يا اما كونتراكشن لو كان اوفر جوينت اوفر ريبير اللي هو الكيلويد يعمل لي يا اما ألسر يا ساينس يا فيستولا لو حصل ديفكت في الهيلينج. لو حصل بوست بيرن ألسر اللي اسمه مارجرين ألسر ممكن يقلب بعد كده مالجنت يا اما يحصل شويه من الابيديرمال سيلز الموجوده فوق تحصل لها امبلانتيشن تحت في الدرمس تبدا تعمل لي سيست مليان كيراتين يسموه الايه الابيديرمال سيست وده كيس حميد وممكن يروح لوحده او يتشال شيف. بعد كده خدنا الهيلينج بتاع النيرفوس سيستم لو كان سنترال نيرفوس سيستم لا ده بيرمنت تمام. لكن لو كان بريفرال قلنا عندنا البريفرال نيرف عندنا اول حاجه السيل بادي نيوكليوس ونسل جرانيول وادي الاكسون اللي فيه الشوان سيلز. لما بيحصل نيرف انجري البروكسيمال اند من ناحيه السيل بادي تبدا تديس انتجريت لغايه ما اوصل الفيرست نود فروم هير ويبدا النسل جرانيول يحصل لها كروماتوليسيس والديستال اند يحصل لها حاجه اسمها واليريان ديجنريشن تتدمر بالكامل ما عدا شوان سيلز.
بعد كده لو التو امبس قصاد بعض تبدا الشوان سيلز تقابل بعضها، مين الاول معرفش، تبدا تنمو بمعدل 1 مللي في اليوم لغايه ما يقابلوا بعض ويحصل ريستوريشن للنيرف. لكن لو كانت تو اندس مش في نفس اللاين او حصل امبيوتيشن فالديستال اند بالتالي مش موجوده، فالهيلينج يحصل عن طريق تكوين ماس بتتكون من بقايا اكسون على بقايا نيرف على شويه فايبروس على شويه شوان سيلز، بنسميها الايه الامبيوتيشن نيرون. بعد كده الهيلينج بتاع البارينكيمال اورجان خدنا اكزامبل الليفر والكيدني. الليفر لو حصل انجري للهيباتوسايت لوحدها هيلينج باي ريجينريشن والاركتكتشر يفضل سليم لان انا ما اثرتش على البورتال تراكت، فالهكسابونه اللوبس فضلت سليمه. لكن لو حصل انجري للهيباتوسايت وانجري للبورتال تراكت دي هتهيل باي ريجينريشن وده هيهيل باي فايبروزس، كل ده هيأثر على الاركتكتشر بتاع الليفر اللي هو نورمالي عباره عن لوبيول. اللوبيول دي هتتدمر تماما ويبقى يتكون لي في الاخر نوديول عباره عن انه الديول دي فايبرس سته وجواها بروليفريتنج هيباتوسايت اللي هو دي مرض بتاع اللي اسمه بيسموه تليف الكبد او سيروس. طيب الهيلينج بتاع الكيدني لو الانجري على مستوى التوبيول اللي هي لايند الانثيليوم ممكن يحصل لها ريجنريشن هتريجنريت، لكن لو الهيلينج في الارضيه يحصل لها ايه؟ هيلينج باي فايبرس. في مشكلة؟ في حد عنده أي حاجة مش فاهمها؟ هناخد بريك كده تلت ساعة كده ونرجع نكمل.